بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أينما حللتم وارتحلتم نحييكم، أهلا وسهلا بالجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير ما يرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا ويبارك فيكم، وأن يجمعنا بإذنه سبحانه وتعالى جميعا في مستقر رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نرحب بالجميع في هذا المباشر عبر أثير إذاعة الهلال الأزرق للخير والإحسان، مباشرة معكم من مدينة ساو باولو البرازيلية إلى كل بقاع الأرض. نرحب بجميع المغاربة، ونرحب بجميع التونسيين، ونرحب بجميع الجزائريين والموريتانيين، نرحب بكل من يتكلم لهجتنا. سنحاول إن شاء الله من خلال هذا البث المباشر أن نتكلم معكم بلهجة يفهمها الجميع ويفهمها يعني خاصة الناس القاطنين بشمال إفريقيا. غادي نرحبوا ان شاء الله ببعض الاخوان. صحفتورك من منطقه القبائل خويا بيست اوف، الله يحفظك اونلاين، مرحبا. ابا خويا الله يحفظك. رشيد السلام عليكم. نعيمه وكيل، اهلا وسهلا. عندنا واحد مونتي كريستو قال لك سيدي هذوك كلهم غادي يرجعوا، فوزالي فواغ. اللهم الا ندير لهم شي قرطاسه هنا ولا نقتلهم، يعني ان كل واحد غادي يدير داك الشيء. مهم عليناش، ان شاء الله غادي نحاولوا في هذا سميتو الحلقه معكم ان شاء الله. عندنا مجموعه ديال الامور اللي غادي ان شاء الله نحاولوا نتناقشوا فيها. المرجو الاشتراك ودق الجرس، نتمنى ان شاء الله من الاخوان انهم يتشاركوا معنا في هذه القناه. وصلنا يعني بحمد الله وتوفيقه الى ما يقارب تقريبا 28500 وستين، يعني رانا قريب ان شاء الله في اخر رمضان ربما غادي نضربوا 800 الف مشارك. معليش حنا كنحلموا الدنيا هانيه، ما كانت شي مشكل. الموضوع ديال الحلقه اخوتي هو الادمان والمخدرات، ولكن قبل ذلك ان شاء الله غادي نحاول نوضح توضيح بسيط جدا بخصوص ما وقع في المسرح. غادي واحد شويه نفتح المجال للمشاركه، الاخوان اللي بغى يشارك معنا في اعلى التعاليق راه موجود اللينك باش انك تدخل معنا. نتمنى ان شاء الله من الاخوه اللي يدخلوا معنا يفتحوا الصوت، ما تستعملوش ليزيكوتور، حاولوا تهضروا معنا مباشره. وثاني حاجه نتمنى ان شاء الله انهم يفتحوا الكاميرا باش يشوفوهم ويشوفونا ونتواصلوا مع الجميع ونعطيو فرصه اللي يسوى واللي ما يسواش، واللي بغى يفضحنا واللي عنده علينا شي حاجه، وكذلك اللي بغى يدلو بالدلو ديالو في قضيه ديال موضوع الحلقه. ان شاء الله هذه الحلقه مقسمه يعني للموضوعين، الموضوع الاول هو قضيه الادمان والمخدرات، الموضوع الثاني شكون هما الاشخاص سواء من المغرب او من الجزائر او من تونس باي مكان، خاصه من الدول العربيه اللي ما تخدمش ليهم بتاتا، البرازيل وامريكا اللاتينيه. نرحبوا ان شاء الله بالجميع، وغادي ان شاء الله نشوف واش كاين معنا شي واحد نطلعوه معنا. غادي ندير للمره يعني الاخيره غادي نشارك معكم اللينك. سمحوا لي الاخوان لان راه هاد كسبيتو القضيه ديال كسبيتو راه كيتاخر شويه، فبالتالي اعتذر للاخوان. وغادي ان شاء الله نسلموا على الاخوان، واللي كيعلق بزاف راه غادي نشاركوا التعليقات ديالو معنا في كنحاول باش نشارك معكم سميتو. خلوني نشوف ان شاء الله كونفيدار، خليكم معايا خوتي شويه. نجيو هنا بوبليكار، هذا هو اللينك اللي بغى يدخل معنا في هذا المباشر. خوتي كما شفتوا في الفيديو السابق، شفتوا بانني مشيت للمصحه على اساس انني كاين عندي بعض الصعاصعه
اللي تغولوا بشكل كبير جدا في المصحة، وداروا لي فيها عنتر بن شداد، ودايرين لي فيها خالد بن الوليد ويعلم الله شنو، مع احتراماتي لهاد الرجال هادو. يعني ما عرفتش، ولاو لي صعصع في المصحة. احنا صيفطنا بنادم باش يتعافى، وصيفطنا بنادم باش يتشافى، ولكن للاسف الشديد بعض الاشخاص ما عرفتش شنو عندهم، فاش كيشبعوا الخبز وكيشبعوا العواصر وكيضربوا في الحوت وكيضربوا في كل مال الضواطاب، كطلع لهم داكشي للراس ديالهم، وكتبان لهم حليمه انها خاصها ترجع لعادتها القديمه. خوتي، وقع مشكل بسيط جدا، هذا توضيح وان شاء الله غادي نختم، وغادي نهضر من بعده توضيح ثاني على قضيه التونسي. الاخوان الكرام، رمضان مبارك للجميع، خويا المغربي والجديده مرحبا، شكرا للبارتاج اونلاين. المهم الاخوان، مشينا للمصحه، دينا الاخوان مال الدواطاب. بغيت نحيي مره ثانيه جميع المحسنين، وعلى راسهم خويا مارك وخويا طارق، وكذلك المحسن ديالنا الدائم خويا حسين، وكذلك خويا احمد من كندا، وكذلك نحيي الاخت ديالنا اللي من كندا، خالتي جميله اللي تعاونت معنا في القفه اللي خديناها الاخوان في اخر زياره لنا اليوم. ونشكر كذلك خويا جواد بالرضا، فتحياتي للجميع. الاخوان اكثروا من التعاليق، الله يرحم الوالدين، تعاملوا معنا في البارتاج، لان اليوم باغي نفضح راسي باش ربما يدخلوا ناس اللي يعرفوني عاطيني شي حاجه يجيو تا هما يبينوا ويهضروا، وكذلك باش يدخلوا معنا اخوان اخرين اللي عندهم افاده واستفاده في الموضوع اللي غادي نعالجوه بعد شويه. ولكن سمحوا لي دابا ضروري خصني ندير هذا التوضيح. مشينا اخوتي للمصحه، قبل ما ندخل قبل ما نعطيهم داك الشيء، اول واحد خرج هو صاحب المصحه يستقبلني، والاخ عبد الحق. شديت عبد الحق ما نكذبش عليكم، غسلته غسله ديال 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 ديال, ديال, ديال داك الشيء اللي يستحق. هضرت معاه مزيان، شنو باغي، شنو ناوي على حياتك، مالنا حنا على هاد الصعصعه، مالنا على هاد سميتو، مالنا على هاد المشاكل. هو وضح، انا وضحت ليه شي مسائل، وصلنا لدرجه انني غادي صراحه غادي نبدي نصرفك، كي قال له هذاك، ولكن ان على الشيطان، لان خويا الصغير ما نقدرش ندير معاه هاد القضيه، انا كنحترمو وكنقدرو. وضح لي هو شنو كاين، اقترحت عليه قلت له خويا عبد الحق تركب معايا في الطوموبيل وغترجع لبرايس. من الاخر انا هادشي ما بقيتش قابلو، انا ما غاديش نقبل ان غدا بعد غدا يجي شي واحد يضربك بشي كرسي ولا يحشي فيك شي موس، وتصدق ميت لي هنايا، ونصدق انايا علاش ديتيه وعلاش درتي هادي وعلاش. حنا كنعرفوا بان دائما الخير كيرجع بمونز، ولكن حنا كنديروه لله سبحانه وتعالى، بعد ما ربي سبحانه وتعالى متاكدين ما غيرجع لناش بمونز، غادي يرجع لنا بالاجر. اما كحل الراس دائما راه غادي يرجع لنا ببومز. فالاخوان اللي وقع، انا في عارك اخويا مامون، انا ما باغيش نرجع لبرايس، انا ما باغيش نمشي نخرج الزنقه، انا الا خرجت راني غادي نضيع، انا الا خرجت غادي نرجع للمخدرات، لانني مازال ما متمكنش بحالي. هذا عبد الحق. صراحة اخوتي اعجبني بشكل كبير جدا، فتحية لك اخويا عبد الحق، وشكرا على التفكير اللي وصلتي ليه. حنا ماشي مشكل، الانسان كيخطأ، وحنا كنتسامحوا مع الخطأ مادام ان ربي سبحانه وتعالى كيقبل التوبة ديال العبد وكيقبل التوبة ديال الخطأ. قلت له واش متأكد من الكلام اللي كتقول، ما باغيش ترجع اليوم لبرايس؟ قال لي اخويا مامون انا باغي نبقى هنا وباغي نتداوى، وان شاء الله نوعدك ان غادي تغير الامور، وما كانش المشاكل، وما غادي يكون غير خاطرك، وان شاء الله غادي يكون الخاطر ديال الام ديالي اللي باغاني نتداوى غادي نبقى وبها نعمت. قلت له عندك شرط واحد، غتبقى ولكن راه اي مدابزه غتشارك فيها انت، ولا اي مشكله غتوقع وغتكون السبب ديالها انت، غنكون معك صريح، ما غاديش انا نجي نجيبك، انا غادي نقول لهم يشدوا لك اقرب اوبر ولا اقرب تاكسي، وانا نخلصها بمالي الخاص، وتصبح في الجرده، والله يسهل عليك، والله يوفقك، والله يعاونك. قال لي اوكي اخويا المامون، تعانقنا، ما كان حتى شي مشكل. قلت له غادي تمشي تطلب السماحه مراد، مشى طلب السماحه مراد، طلب من دريس، طلب من الاخوان كامل. وانا داخل على اساس باش نشوف الاخوان خوري، تلاقيت مع مراد، جلست معاه. خوتي غادي نقول واحد الكلام، لان بزاف الناس انفو انا كنجبد شي مشكله على المصحه ولا راه كاين شي حاجه، لان انا كنحكي لكم خوتي، حنا دابا راه جمعيه عالميه كتسمى جمعيه الهلال الازرق للخير والاحسان ومساعده المستضعفين ومساعده المحتاجين. انا كنقول لكم كل شيء، علاش؟ لجوج الحوايج، اولا لانني صريح مع المحسنين ديالي ومع المتابعين، وثاني حاجه باش انني نحمي راسي قبل ما يتعشى بيا بنادم انا اتغدى منه، فبالتالي انا واضح. مجموعه ديال التعاليق كنقراها والميساج اللي كيجيوني، وراه مراد ومراد خوتي، غادي نقول واحد القوس، مراد
انا ما عارف شنو يقدر يدير من بعد ما غيخرج من المسرح. يقدر يرجع يسكر، يقدر يرجع يشرب، يقدر يرجع مراد، او يرجع ربما اكفس منه، ولكن نقدر نقول لكم يقدر يرجع مراد اللي كتشوفوه دابا، اللي كيعزف على آلة القيثارة، على آلة الجيتار، اللي صراحة أنا أبهرني بشكل كبير جدا، ما كنتش متوقع أنه عازف. والإخوة راكم شفتوا شكون اللي شافوه يكتب لي أنا كيغني، رغم أن صوته مزعج، ولكن إن شاء الله يقدر يمشي بعيد. معلاش لا، نفتحوا له المجال، حنا ما عندناش مشكل، نشجعوا الإخوان ديالنا سواء في الموسيقى ولا في شي حاجة. مراد رجع إنسان اللي كيتدرب بشكل كبير جدا وكيلتزم بالرياضة، يعني كيدير الرياضة، مواظب في الحلقات ديالو واللقاءات ديالو مع الأطباء النفسيين والأطباء ديال المصحة، كيحترم الجميع، كيقدروه البرازيليين، فبالتالي غادي نغلق القوس، راه ما عندوش المشكل أدنى علاقة بمراد. فما بقاش بنادم فوقاش ما سمع شي حاجة كيجيو ينزل على السيد، دعيو السيد ليه والبقية بالهداية. ساليت مراد جمعتوها عبد الحق كما شفتوا في الفيديو، كما شفتوا خوتي في الفيديو، خلينا نرجع للتعاليق، كما شفتوا في الفيديو هو اخويا قال لك انا شفت مراد. شكرا اخويا العزيز، غادي نبقى نشارك بعضك سميتو الاخوان، لان ما غاديش نبقى نقدر نقرا، ولكن ان شاء الله راه غادي الاخوان تعاونوا معنا بالبارتاج، كثرت التعليقات، واخا تعاود التعليق لان هادشي راه كيرفع سميتو، والحمد لله راه معنا 192 واحد دابا، الله يرحم الوالدين، دعمونا باللايك. واحد القضيه اللي غادي نطلبها من الاخوان، انا مزوق لكم في امي مرخوت، الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تعلقوا لنا فقط غا هنا في اللايك، وتخليوا لنا التعليقات من بعد ما ينتهي الفيديو، اعطيونا التعليقات ديالكم، اعطيونا الاراء ديالكم، راني كنقرا كل شيء وكنجاوب كل شيء وكنحترم كل شيء. فبالتالي خوتي مراد وعبد الحق الامور على خير ما يرام. جيت باش نزل نسلم على ادريس، طلع لي المصري. انا لقيت اللي كنت كنستنى، غادي نقول واحد الكلام اخوتي، لقيت اللي كنت كنستنى ان المشكله تجيني من الطرجي التونسي ولا مصفاقس. المشكله الكبيره في الحقيقه ما دارها ليش التونسي، المشكله الكبيره دارها لي المصري، جاتني من الزمالك وجاتني من الاهلي وجاتني من القاهره. جا عندي مغير لابس بخير زويون، عين نكتو، قلت له خويا زيانيتي تبارك الله عليك اخويا المصري، كيفك يا حبيبي، كيفك يا روحي، ولسه فاكر وانا بعشقك وداك الشيء ديال 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 سميتو ديال سواح واسمر يا سمراني. والمهم جا عندي ودار لي هذيك اللقطه ديال اني اغرق اني اغرق. شنو عندك اخويا المصري؟ قال لك اخويا انا ما باغيش نبقى هنا، باغي نخرج. يا ودي اش راك تقول؟ شوف حالتك كي ولات كيف زي. قال لك اخويا انا ما يمكنليش نبقى هنا نهائيا، بدي يا عم مأمون طلعني من هون. قلت له يا عم المصري انا ما فياش طلعك من هون. ليش؟ لانه اول شيء انا جبتك هنا للمصحه، ولكن اللي مكلفين بك وكاين مكلفين بالدفع ديالك شكون هما؟ اخوان كتبوا لي في التعليق شكون هما اللي مكلفين بالدفع ديال المصري؟ واش انا قلت لكم انا كنخلص على المصري؟ اللي مكلف بالدفع ديال المصري هما المصريين. فبالتالي اللي غيطلعك من هنا هما المصريين، وغادي نربط هذا الموضوع بالتونسي. علاش خصي يطلعوك من هنا المصريين؟ لان هما اللي كيدفعوا. انا نخرجك دابا ولا نخرجك غدا غادي نلتزم امام المصحه، خصني نكمل لانني انا داير كونترا. شوفوا شوفوا الصداع اللي جاي براسي، انا داير كونترا ديال 7 شهور، الوحيد اللي داير له كونترا ديال 4 شهور، ونتمنى انه يزيد، لان الا ما زادش راه في خطر اللي هو مراد. ونوجه له هذه الرساله هذه، وغادي نرجع لتونسي وغادي نربط الجميع بالجميع، هو مراد. فبالتالي انا لو وقفتك راه خصني نزيد نكمل، وهذه هي الحشيه، وهذا هو القايب اللي راني جالس عليه دابا، لانني خرجنا التونسي. التونسي قال لك غادي نرجع لكم الموضوع، قال لك انا اخويا دخلت بعزتي وكرامتي، اريد ان اطلع من المصحه وان اخرج من المصحه ب بشو سميتو بقدري. والمفاجاه الكبيره هو انني البارح في برايس نتلاقى التونسي، ونتلاقى في حاله يرثى له، خرج من المكان اللي خديناه ليه، شد الفلوس اللي عطيتها له باش يخلص الاسبوع ديال سميتو ديال هذاك، والفلوس ديال الماكله، شنو دار ليا؟ مشى ضرب بهم المخدرات وضرب بهم كسبيتو. علاش؟ لانه بقى شهرين و15 يوم. انا جاي وغادي نشرح، نرجع للموضوع ديالنا اللي هو الموضوع ديال الادمان. خليني نخليها لكم هنا موضوع الحلقه اللي هو موضوع ديال الادمان. المصري شديتو قلت له خويا شوف انا ما غنخرجكش، بقى كيطلع معايا في كسميتو، بقى كيغوت، وانا نهز يدي للسما، غادي نمرمقو، نصيفطو للاسكندريه ولا نصيفطو للصعيد مع الصعيد. كنت غنقول له معلم هنادا اش راك دير انت؟ اش راك دير ترفع لي صوتك؟ انا راه ما ولدتش مو،
في البرازيل ولا من غير البرازيل يرفع عليا يده. جيت ترفع عليا يدي ضربني يا خبزي يعني؟ قلت له المصري ازيد من اسبوع وانت قلتها، وشكون اللي سمعها في اللايفات؟ شكون اللي سمع هذا الرجال التعاليق؟ كتقول لهم بانني كنت كنستنى الاستاذ مامون. كنت استاذ اش كتسنى؟ ثلاث ايام وتتنعس حدا لوطيل باش انني نجيبك للمصحه ونداويك، وانني نهز الصغيره والكبيره ونتسمى نصاب ونتسمى شفار ونتسمى محتال ونجيبك باش نسترك، لانك انت الوحيد عند الام ديالك وباغي نقدك. جا في التالي قال لي فاش عرف بانني انني ما غاديش عرفني بانني صافي، قررت ما يخرجش وهضرت معك سميتو. قلت لهم الاجراءات تاخذوها والسيد راه ما يخرجش الا الى جو المصريين ويتحملوا المسؤوليه ديال يخلصوا الشهور الباقيين يخرجوه. ما كاينش، انا راه لن اتحمل مسؤوليه احد. جمعنا وطوينا معاه، شدوا الاخوان هربوه من جهتي لان كنت غادي نفرقعه، ما نكذبش عليكم، انا الصصاعه ما عنديش معاه. انا كنت ناوي ان المشاكل غتوقع لي مع المغاربه، ساعة المغاربه شدوا ريسهم وتبارك الله عليهم، لا سوا خويا مراد ولا عبد الحق اللي الحمد لله نتمنى انه تراجع، والحمد لله راني نتبعه دابا راه بخير وعلى خير، ولا خويا ادريس اللي اصلا ما عطانيش ادنى مشكل. تحيه لبا ادريس، تجيني المشكله انا من البراني، احنا حسبناهم خوتنا وقلنا نوقفوا معاهم ونتعاونهم، تجيني منو المشكل؟ تعرف شنو قال لي المصري؟ راه هنا، راه حلالي هنا. قال لي شوف، قال لي لو ما بدكش تطلعني من هون، قال لي راح اخذ فيك اجراءات وراح اشكي وقول لهم بانك انت احتجزتني وحبستني. انا احتجزتك وحبستك وانت يوميا كتقلب علي؟ انا سير شوف عند الفيدرال، سير عند وزاره الداخليه وزاره الخارجيه، وسير عند الدبلوماسيه الموازيه وجمع اللي بغيتي، قول لهم انا راني احتجزتك، انا نحشيها لك لان انا اديتك برغبتك وبخاطرك، ونقدر دابا نسجل عليك انك تضل تما وتبقى تما، والله ما تطلع وروح عند فين بغيتي، والله ما تخرجها من تما. ولكن ما غنديرهاش، غادي نخلي اللوح الكره للزمالك والاهلي انهم يتصرفوا ويديروا شي حل مع ابن المنطقه ديالهم. انا ما نقدرش نبقى نخلص على واحد راه تونسي اخوتي نقز ليا من بعد ذاك المشكل. داو الاخر جا التونسي عندي مرعوب دايخ، مالك يا التونسي؟ قال لك اخويا المامون انا ما بقاش عطيني المصحه شي حاجه، وانا راني بخير وانا عندي مشاكل هنا وما بغاش نبقى. تونسي انا ما بغيتش نقول لكم في الفيديو شنو واقع له، تونسي اصلا خايف لان البرازيليين كانوا غادي يشدوه يزبلوه. تونسي خايف لان البرازيليين كانوا غادي يشدوه يزبلوه. غادي نرجع لك سميتو باش نكمل انا على القضيه ديال توضيح، ومن بعد نرجع للموضوع. غادي ندخلوا معنا بعض الاخوه. خوتي شنو كتقول يا التونسي؟ راك مازال عندك يلا شهرين و10 ايام ولا شهرين و15 يوم، راه مازال راه ما غاديش تسلكها وراه القضيه واعره. لا قال لك انا ما دام معي القران، جبت لي القران كيما شفتو، انا لا اخاف. قلت له اخويا القران على عيننا وراسنا، ربي على عيننا وراسنا، نحن نحسن الظن بالله ولكن بالناس، راه كان حسن الظن ولكن راه الزمن قلاب. الا وانا اريد وانني ساذهب وكذا وكذا، وانا ما باغيش نبقى هنا، وانا غادي. قال لي المامو شوف خويا انا ما عشت توقع لي مشكل مع هذاك، غادي نزيد عاود ذاك الاخر مرمقو ونصدقو مرمقين بعض تما سميتو. قلت خويا خرج معايا الطوموبيل، خرج معايا الطوموبيل، ركبته. قلت شوف واش متاكد؟ قال لي خويا مامون ما نزيدش دقيقه. قلت له سير حوايج؟ قال لي ما باغي لا حوايجي لا والو، قال لي غادي ندي غير القران معايا. جيت انا عيطت للاخوان، فرقت لهم داكشي اللي يسر الله تعالى، عطيت لهم بورصه لواحد عامره بكل ما لدى وطاب، داكشي اللي بعتاته خالتي جميله وخويا جواد واللي زدت عليها وداك من جيب. قلت لهم المصري حتى هو عطيه له، التونسي عطيت له. قال لك اخويا انا ما غاديش ناخذ هذا الشيء، غادي نحيد شي حاجه ديال الماكله، شنو غادي ناكل؟ انا غادي نمشي ندبر على راسي. يا ودي نعل الشيطان يا التونسي رجع. لا ما رجعش. انا كنت بها ايها الناس عارف المشكل، عارف بان قادر عنده مشاكل هو كبيره، زاد هو حكى قال لك بان راه عنده برازيليين تما غادي يشدوه يزطوه، لان علاش كيدعي بالقوه؟ حنا دينا السيد دار شويه الحديد حساب اللي بغى يوري لي فيها، بغى يوري لي فيها فاندام ديال تونس. سالات حليم، ركبنا جينا درنا ذاك اللايت، ما بغيتش انا نفرش كلشي شنو دار بيناتنا. قال لك اسيدي اكد. قلت له خويا شوف انا ناكد لك بانك راك غادي ترجع، ولكن شكون انا اللي غادي نحكم عليك ولا نظلمك؟ شكون انا؟ اذا انت خويا كتقول ما ترجعش، انا نقول لك راه غترجع، ولكن دبر محاينك، اللي بغيت ديرو ديرو، اللي عليا غندير معك حاجه واحده. شنو هي الحاجه اللي درتو؟ قلت له اختار الاوتيل. قال لي كاين واحد الاوتيل كينعسوا فيه زوج الناس ثلاثه، كتخلص فيه واحد المبلغ ديال 20 ريال،
قلت له شحال غادي يجيك السيمانه؟ قال لي قد اعطيته الفلوس ديال السيمانه، خليت له ديك الماكله، عطينا له شي ماكله اخرى. قلنا له خويا سير الله يسهل عليك، وقفت واحد باب لوطيل غادي نسول باش ما يخرجش ليا شي قنطوح ولا شي قنطوحه. بقي هذا شكون من الاخوه اللي تفرج اللايف؟ فاش هو هضر وقلت له دابا غادي حدا الناس غادي تهضر في اللايف، في الفيديو ماشي في اللايف، في الفيديو اللي درت ولا اللي ما تفرجوش يرجع، وقال لكم بانني انا دخلت الى المصحه معززا مكرما وخرجت من المصحه بقدري. شكون اللي عقل هذاك سميتو؟ اكتب لي انا. الاخوان كتبوا الله يرحم الوالدين وتعاونوا معنا، والاخوان اللي ما دايرش اللايك يدير اللايك، اللي بغى يدير ديزلايك يدير، اللي بغى يخلي شي سميتو يخلي. واحد الشيء غادي نقبل الاخوان، راه واحد الشيء غادي ندخل الاخوان معايا في اللايف، غيخلوني نفسر وغادي نغلق القوس ونرجعوا للادمان، وغادي نرجعوا شكون هما اللي ما تخدمش ليهم البرازيل. مزيان هما الحمد لله بزاف الاخوان سمع. خوتي افاجأ البارح جالس معاه، كنا جالسين انا وحميد ونسيب حميد، فطرنا اونسون، والاخ ديال حميد خويا سليمان ومصطفى وحميد. حميد عنده شغل خصو يمشي، سلام معنا الفطور جلس معنا، درنا شيشه من خاف تمشي واحد، كنا جالسين في القهوه ديال اللبناني دايرين شيشه، كنشربوا قهوه والماء جالسين مقصرين مع بعضياتنا. مشى حميد، يتحرك حميد 5 دقائق من بعد يجي التونسي دايس. قالوا لي الدراري التونسي، قلت ما يمكنش راه خلينا في سميتو، والله الا التونسي راه نعيط له التونسي رواح ما مشتو. التونسي كان في زياره ديال عديسه، اكبر مدمن الله يجعل ربي يغفر له، اكبر واحد فلس سميتو، يعني جاء توحش عديسه، والا مشى لعديسه راكم تعرفوا شنو هي النتيجه، يعني ينتقل بلا ما يقرا بلا ما يكتب لا والو، الا تلاقى مع عديسه كما قال له هذاك امشى فيها، داك الشيء كاع اللي داروا ضربوا في الزيرو. التونسي جلس معايا هنا، جا سلم عليا ومامون وشكرا وبشكرك خويا وكذا وحبيبي وانا غادي وهادي. قلت له مزيان اخويا ياك لاباس، شنو وقع؟ اخويا راني مشيت لذاك لوطيل دخلت ليه ومن بعد ضرب دوره خرجت ولا شنو؟ مشيت لقيت واحد سميتو شي ناس، كي واحد المراه كاتبع شي حوايج، عطيت هذاك الخبز وذاك البنان وذاك الشيء خليتي ليا، وراني مشيت لواحد البكيره، البكيره هي البلاصه في القبوس في كيتباع سميتو اخويا، وما حسيتش براسي حتى لقيت راسي ضربت الاول والزوج والثالث والرابع، قال لي راني دابا يومين وانا كنصحى. ياك هبا قالك اخويا هادشي اللي عطا له، وبقى كيبكي لي وسمح لي، وانا خيبت الظن ديالك وخيبت الظن ديال امي المرحومه وخيبت الظن ديال هذا، وبقى كيدير ليا وجاي ليا بسميتو وطلع ليا وينزل. شنو وقع التونسي؟ وانا كان عليا البارح نسجله، ولكن انا ما بغيتش نسجله، انا ما بغيتش نسجله ونصوره وسميتو، انا خليته خويا ما عندي ما غندير لك. بقى يبكي لي لا وانا باغي نرجع، وندمت وانا حسيت راسي راني غادي نقدر ولكن انا ما قادرش، وتاكد دابا باللي راني ما غاديش نقدر، وانا كنت بعقليه وكنت خايف من سميتو، وانا حسيت راسي بانني راني وليت مزيان مع كندير الرياضه وليت الوزن ديالي ساوي 90 كيلو. وقلت لك اخويا انا قلتها لك في الطوموبيل، قلت لك راه ما غاتقدرش، وقلت لك بانك غترجع، ولكن انت قلتي لي جبتي لي القران وكتحلف لي وكتحلف لي بروح الام ديالي بانني انا ما نرجعش للمخدرات. قلت له شنو وليتي؟ يعني انت غادي دابا غتجيب لي الصداع؟ شنو هو الصداع اللي غتجيب لي؟ غتولي تضحك عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. انا غادي نوضح واحد الفكره باش الناس اللي عارف ان راه دابا اليوتيوبرز ديالنا راه ان شاء الله غادي يجيب لهم الله المواضيع فاش غير. انا راه ما يضحك عليا حتى واحد. علاش؟ لانني انا احسنت الظن في الله واحسنت الظن في الناس، وانا فاش ديتو الى يجي شي واحد اللي بغى يناقش معايا ويناقش الخير اللي كنديروا ولا ديال المحسنين، حنا كيفاش خرجنا السيد، اما كيفاش غيرجع من بعد هذاك الشيء سوقه، لا تزير وازره وزر اخرى، كل نعجه تعلق بكراحة. انا عليا كيفاش كان الانسان في المصحه، شكون الاخوان اللي شاف المصحه الاخوان كيترينيو قول لي انا، شكون اللي شاف المصحه الاخوان كياكلوا، شكون اللي شاف المصحه الاخوان كينعسوا احسن نعاس، ما كينعسوش في البرد ما يعسوش في الزنقه، شكون اللي شاف المصحه الاخوان لابسين بخير ولابسين احسن مني اللي كنعود نعاود نفس التريكو في 4 اللايفات. شكون اللي شاف يكتب انا؟ شكون اللي شاف الاخوان فاش كيكونوا معايا ولا كيكونوا مع بعضياتهم ضاحكين ولا مع مراد في الله، كيفاش كتكون العقليه ديالهم، كيفاش كيكون الكلام ديالهم؟ انا حاسبني على هادي. اما غدا بعد غدا خرج تونسي ورجع، ولا بعد غدا يخرج مراد ويرجع، ولا اللي بعده يخرج عبد الحق ويرجع، ولا يخرج دريس ويرجع، ولا حمزه ويرجع، انا ما تلومنيش اخويا. علاش ما تلومنيش؟ غادي نجي نشرح لك انا دابا شنو هو الادمان وشنو هي المخدرات وشنو خصك تفهم وشنو خص الانسان
يدير باش يتعالج. واش الانسان يتعالج 100%؟ واش يتعالج 50%؟ وإلا بغى يتعالج 100%، شنو هو اللي خصو يتندار؟ انا غادي نجي ونشرح لكم ده. اوكي، غادي نغلق الموضوع ديال التونسي. بكالي وحشمني قال لي باغي نرجع، قلت له التونسي ترجع، انا راه والله ما نخلص عليك من الليم، لانني ماز غادي نخلص هذا الشهر وغنخلص الشهر اللي بعده، حشمت معاهم باش يخليوا لي شهرين، خصني ضروري نخلص له شهرين. على وحايلي وعلى محايني غادي نجبد من فلوس بنتي، لان التونسي انا اللي كنخلصو، توانسه مساكين كلشي تخلاو على خونا الشريف، تحيه لبا الشريف، بقى وحده مسكين، وحتى هو يلاه فقد الريستوره وفقد الخدمه ديالو، قال لي خويا ما مسمح لي، حشمان منك، انا قلت له الدنيا هانيه خو شريف، ما عندناش مشكل. قلت له شحال راك جامع؟ قال لي راني جامع 350. صافتيني ديك 350 غادي نزيد عليها انا نخلص هذا الشهر، والشهر الجاي غادي نشوف الا لقينا شي واحد يتعاون معنا كاي، الا ما كاينش غادي نزيد نخلصها انا. تونسي بقى يبكي، قال لك اخويا انا ما باغيش نبقى هنا، لان غادي نضيع، وانا عارف راسي دابا ما قادرش، وتاكدت بانني انا خرجت والكلام ديالكم نتوما على حق، غادي نمشي اسيدي نطرق الفم ديالي ما نهضرش غير رجعي. قلت له التونسي زوج الحوايج، والله لا رجعت تما عند الدراري. علاش؟ لان الدراري فاش ديتك بقات توقع المشاكل، بقى يوقع القيل والقال، بقات توقع حاجه اخوان. اعتذر انقطاع سميتو، لان راه عندي الناس ديال النت دابا كيقادوا لي النت هنا في الدار، غادي نبقى معكم الكواتر جي. الصوره مزيانه، الصوره مزيانه اخوتي، الصوره مزيانه اخوتي العزاز، الصوره مزيانه، الصوت والصوره، المهم شي واحد من الاخوان يكتب لي. قال لك اخويا راني هضرت مع واحد، الاخوان اللي شافوا الفيديو الاخر راه غادي يفهم، راه هضرت مع واحد سميتو الحاج طارق، وذاك الحاج طارق من اللبناني اللي كيتساعدوا مع الناس، وراه هضرت مع الحاج طارق وراه قال لي غادي يرجعوني، وتفاجئوا فاش رجعوني. هو مشى عندهم، انا نقول لكم باش تعرفوا بان الخير صعيب. شنو قال لهم؟ قالوا له علاش خرجت؟ ما بغاش يقول لهم انا خرجت، انا غادي نوضح، هو ما بغاش. اوكي اوكي خويا افاده، شكرا حميد، ان شاء الله. جواد براده تحياتي، الاخوان اللي بغى يدخل معنا في اللايف غادي نفتح دابا خمسه دقائق، غادي نسد دابا. هو ما بغاش يقول للبنانيين بانني انا طلبت الخروج، وبان المامون قادر بها وكان كيخلص لي الشهر. هو مشى عند اللبنانيين قال لهم كلام اخر، هو قالها لي هذا كلام، قال لي خويا المامون فاش شدوا وغلقوا عليا علاش خرجت؟ قلت لهم راه المامون مسكين، راه كيتعاون مع مغاربه اخرين، وراه صعيب عليه انه بقى يخلص، وراه ما قدرش يخلص عليا، واضطريت انني نخرج. شوف الانسان فين كتوصل الوقاحه ديالو. هذا هو الكلام اللي قالوا فم، وراه معايا مصطفى ومعايا خويا سليمان شهود، خو حميد. قلت له انا معليش الدنيا هانيه، شنو قالوا لك؟ شنو قالوا؟ قال لك اخويا انا قالوا لي بان احنا نرجعوك ونشوفوك ثلاث شهور ولا اربع شهور. قال لي انا مستعد، نجلست عامين بلا ما نهضر، انا غير رجعني، انا مزاوك فيك، راه البرد قتلني وما باغيش نبقى انا. قلت له فين؟ شنو درنا في الفلوس لوطير؟ قال لك الفلوس ديال لوطير راه طحنتهم. بقيت كنشوف، واه يا رزقي فين كيمشي؟ الرزق ديالي اللي كان حيد من عرقي شحال ضاربين كيمشي لي انا بنادم يولي يشري به المخدرات. قلت له خويا تقدر ترجع ولكن حلين. قلت له شنو هما؟ قال لي شكون هما؟ شنو هما؟ قلت له الحل الاول راه والله ما ترجع للمصحه ديال الدراري، الحل الثاني نقدر نديك شي مصحه بوحدك ولا نديك المصحه ديالك سميتو، والثالث راه والله ما نعطيك دور من جيبي، اللي نقدر نتعاون معك لله الا ديت شي قفه للدراري نجيب لك حتى انت، اما باش نخلص عليك شي شهر والله ما نخلصو، لان دابا راه تابعني شهر في المصحه الثانيه، خصني نخلص شهرين خصني نخلصها في المصحه الثانيه. قال لي راه غادي يعيط لك الحاج طارق، يعيط لي هذا الحاج طارق، بغى يرجع يرجع، ولكن عند الدراري والله ما يرجع، راه ما يرجعش بتاتا، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. اما الا بغى يرجع، انا من انا لاحكم على الناس؟ من انا؟ انا قلبي هكا داير، انا مسامح اخوتي، انا مسامح لواحد الدرجه اللي كنسمح في الحق ديالي، كنسمح في الرزق ديالي، كنسمح في الوقت ديال بنتي، كنسمح في حياتي، سمحت في زواجي. انا الا بغى يرجع اخوتي نقولها لكم، وهذا عاد والله ما نخلص دور واحد من غير القفه، والله ما يرجع للدراري، واصلا راه هضروا معايا هما قال لك ممنوع يرجع حنا، وما باغينوش حنا نرجع.
يعني غادي يرجع لمصحة أخرى، وغادي اللبنانيين نفرض عليهم فرض أنهم الكونترا يديروها هما بسميتهم، وتاني حاجة غادي نفرض عليهم فرض إلى اديتهم المصحة الأخرى أنه خصهم يخلصوا له 4 شهور ولا 5 شهور دقة واحدة، ما كانش القضية ديال شهر، لأن بعد غدا أنا لقيتهم صدق أنا اللي خصني نخلص. غلقنا مشكل ديال سميتو. غادي نرجع لواحد الموضوع وغادي نطلع معنا شي واحد من الاخوان، شكون اللي بغى يطلع معنا؟ مرحبا الاخوان. اخوان الله يرحم الوالدين، دعمونا بالمشاركه والتعليق، دعمونا وصلونا 30,000، لان هذه القناه مازال مستمرين في الخير ومازال ان شاء الله نديروا الخير، وغدا ان شاء الله غادي نوزع تقريبا ازيد من 15 قفه رمضانيه لبعض العائلات المعوزه باذن الله سبحانه وتعالى. البارح خدينا الملابس لواحد العائله يعني باش انها توزع تاخذ اللي بغات وتباسي لعائلات اخرين الا ما عندهاش مثلا الارقام ديال السبرداين والارقام ديال سميتو اللي يجيو في وليداتهم. المهم هذا لوجه الله. خوتي غادي القضيه ديال نمشي لسميتو، نمشي للقضيه ديال المخدرات والادمان. غادي ندخل معنا شي واحد ما عرفتو شكون هو، خويا سفيان. السلام عليكم خويا سفيان. السلام عليكم العزيز، لاباس عليك؟ عرفنا خويا بالاسم والمدينة، ما تقدرش تفتح الكاميرا. سفيان؟ لا سفيان من كازا. من كازا خويا سفيان، تبارك الله عليك، مرحبا، كي داير الصحة؟ لاباس. انا ولي دويت معاك واحد النهار على قبل، قلت لك راه كندير هادشي على بوكار وكنخدم في الفيرمات وكذا. خويا سفيان عقلت عليك الله يحفظك خويا. سفيان كيدير بخير؟ المهم مرحبا خويا، ان شاء الله نبقاو دابا في الموضوع. شنو سمعتي وقول لنا عندك واحد الربعات مداخلة في الموضوع اخويا مامون، خلينا من داكشي اللي دوينا فيه. ما علينا، انا اخويا بغيت نقول لك واحد القضية قدام الناس تيسمعوا. تصنت لي انا راه ماشي عنصري ولا كذا، هو بغيت نقول لك واحد القضية فيها واحد شوية نأنبوك شوية مامون، واسمح لينا الله يحفظك. تفضل العزيز تفضل. الناس اخويا في الغربة، على حساب التجربة اللي عاودت لك عندي اخويا في الغربة في اوروبا، الناس راه ما راه قليل اللي يدير الخير، ما تلقاش اخويا شي تونسي ولا شي جزائري ولا شي مصري يدير الخير من الاخر، من غير المغاربه ديال العالم هذه، فهمتي؟ الشهاده لاي واحد مدوز الغربه، فهمتيني؟ وثاني حاجه اخويا دوك المدمنين، حتى شوف دير الخير، ماشي نقول لك ما ديرش الخير، دير الخير بحال ما هكا غادي تفرق القفاش على الناس المعوزين، دير الخير في الناس تتقلب لهم على خدمه وكذا، فهمتي؟ كتصوفي الناس بحال ما هكا. اما الناس المدمنين اخويا، خصي اللي مبليين بدوك المخدرات الصلبه اخويا، راه اش غنقول لك؟ تشكب بالما في الرمله، فهمتيني؟ واش غينوض عليك غينوض لك المشاكل اخويا مامون، وانت في غنى عنه. انا ماشي نقول لك بحال ما ديرش الخير، لا راه مزيان داكشي اللي درتي في مراد، ومزيان داكشي اللي درتي في الدراري كامل، اجرك لله. ولكن الا كان بنادم ما غيبدلش راسو، راه تشكب بالما في الرمله اخويا سير الخير، فهمتي؟ عطى الله الحبوله ديال الخير كما قلتي دابا، غتفرق وقفيفات واحد ما خدامش خدمتيه، الله يجازيك بخير. اما المدمنين اخويا راه القضيه عندهم صعيبه بزاف، انا اخويا راه مدوز وعارف، فهمتي؟ كاع كنا مبليين الله يعفو علينا، فهمتيني؟ دوزنا داكشي، فهمتي اخويا مامون؟ البلي اخويا صعيبه. ثاني حاجه اخويا راه غادي يشكب بالما في الرمله، راه واخا يقطع بنادم تاع عام عامين نهار ضروا راسو النشوه، راه غادي يمشي عاوتاني. سميتو انت غادي تبقى تضيع معاه في الوقت، وتضيع معاه في رزقك، وتضيع معاه في العقل ديالك، راه داكشي راه بزاف، ويدوروا لك الصمته في الاخر تدور عليك الصمته. أنا ماشي يقولوا كذا أكرمت الكريمة، إذا أكرمت الكريمة ملكتها، وإذا أكرمت اللائمة تمر. راه هذاك الشيء اللي غادي يوقع لك أخويا مامون، من بعد فهمتي؟ راه هما هذوك صحاب البلية ما عندهمش وجه واحد، عندهم بزاف الوجوه، غيجي قابلك أنت بوجه، وغيجي قابل الآخر بوجه، وغيجي قابل، وهذاك اللي خرج شي تونسي راه غير ضروا راسو أخويا، وبغى فهمتي تقطع من الآخر، وخرج ضرب دويرة وبغى يعاود عاوتاني يخرج يرجع للوطيل. رجع اللوطير عاوتاني سبير شويه وعاود يرجع عاوتاني، راه هادي عقليتهم بحال ماك. انا جيت كاخويا بمختصر مفيد، وانت مامون انا عارفك مسامح وعارفك القلب الكبير، ولكن اخويا هاد الخط اللي غادي فيه مع اصحاب الادمان من مورا مراد ومن مورا داك الدري المغربي، ما تبقى تشوف حتى شي واحد من الاخر، حيت ما كايناش شي جنسيه ولا شي ناسيوناليتي راه غادي توقف معاك وغادي دير معاك اليد في اليد. غتلقى شويه السوريين مع نقاياهم، اما اخويا حنايا شمال افريقيا تزيرية توانسة أخويا، فهمشي مصاروها بعد أخويا، بعد أخويا. ولي بغى بنادم يبدل راسه خدمة، شنو هو انت؟ هو في الزنقة بغى يبعد عليه داكشي، غيبعد عليه في الزنقة بلا ما الصحة. ياك انت باغي تبدل راسك واخويا، ابتداء من الدقيقة اللي تلاقيتي معاه هو مغيب، قول لي اخويا من دابا بدل راسك، سير اخويا قطع راسك ودير داكشي راسك، وبدل ما المصحة ما عندها ما تزيدك ما تنقصك، الا ما جاكش تغيير من نفسك من الاخر.
من مساحة مساحة الله راكش يحفظك بقى اخويا واحد لو سفيان، جيست باش كنبعد. يلا خويا الله يعاونك خويا مو بلا ما الله نطول يحفظك عليكم. اخويا، شكرا على المداخله ديالك، الله يحفظك. خلينا نعطيو الاخوه 3 دقائق اخرين. خويا شكون معايا؟ موس، السلام عليكم مامون، كي داير؟ بخير. كي داير عزيز؟ لاباس عليك، صحه مزيان، يعني الله يحفظك. تفضل اخويا، تفضل قول الكلمه ديالك. هو هاد الهضره اللي قال الاخر راه قال داكشي اللي موس، بيننا. موس خويا موس، تقدر تقرب شويه الميكروفون عزيز باش نسمعوك مزيان. وي كتسمعني دابا؟ كان سمعك، يلا اخويا تفضل. هو الهضره اللي قال الاخ اللي كان تدخل دابا راه في المجمل ديالها متفقين معاه 100%، غير بغض النظر القضية ديال أن دير الخير في السوريين ولا في كذا. لا، الخير ما عندوش، العمل الخيري ما كيعرفش الجنسيات ولا كيعرف الأديان ولا كيعرف هذا، نعم. غير هو أنا كنت خليت لك كومنتير، داكشي اللي قلت لك في الكومنتير هو اللي غادي نقول لك دابا، أن الدراري هادو تفضل اللي خذ كانوا في راحتك. المصحة مازالين مراهقين، مازال بنا ما وصلش لذاك النضج، مراهقين دايرين هادشي غير ضحك، لان ما عارفينش المساعدات منين تجي وكيفاش تجي والناس واش كتضحي معاهم ولا ما كتضحيش وكذا. انا جو سوي سيغ سيغتان كلهم غادي يرجعوا للمخدرات، وراك عارف اش تقطع وترجع للادمان، سواء الكارو سواء الكول، كترجع بحال كتريكيبيري داك الوقت اللي ما كونسوميتيش فيه. انا نقول لك صراحه، ما كنشوفش فيهم واحد لا فولونتي انني نثيق في الهضره ديالهم. كتشوف بنادم مازال ما شد واحد المسار، غوش دروات غوش دم، حتى ميم كاع المزوري، حتى المزوري ما كنشوفوش انا شي واحد اللي نيت عنده ليدي ديال بغيت نكون هكذا ولا بغيت نكون هكذا، لان كيخلط دابا هو اليوتيوب مع هاد الشيء هذا. نو، ما تفكرش في المشاهدات، ما تفكرش في كذا. واش انت فريمون باغي تقطع ولا باغي دير غير واحد السلسله ديال الفيديوهات؟ الا ما كنتش نتمنى يكون هذا هو الهدف، لان نيتي انا هي هذا خويا موسى. ويا انت النيه ديالك انك تصوبي الانسان، ولكني انا صراحه ما كنشوفش فيهم انه عنده ديك الرغبه ديال باغي بنادم يقطع وباغي بنادم كذا. دابا التونسي دابا اللي خرج نعم. كيعطيك واحد الصوره، فهمتي؟ ما كيعطيكش انا شي على واحد يدير. القضيه موس خويا العزيز، انا نتفاهم الافكار ديالك وعلى عيني وراسي ونحترمك بشكل كبير جدا. حنا راه كنهضروا، راه كنتهضروا وكنتناقشوا. شوف، بالنسبه للقضيه ديال العلاج، انا نقول لك، انا النهار الاول يعني قلتها له للتونسي، قلتها له في الطوموبيل وجايين وحنا كنهضروا، ما بغيتش نسجل كل شيء لان كانت شي هضره هو كان كيدخل ويخرج شي هضره اخرى. قلتها له، شوف العلاج، خاص تعرف واحد القضيه، هو يلاه التونسي دابا راه ما مرش حتى بالمرحله ديال انتوكسيكاسيون. شنو هي الانتوكسيكاسيون؟ يعني خرج منه السموم. المرحله باش تخرج السموم اللي كيقولوا الناس المختصين، وانت راك ربما فاهم الامر، راه كيحتاج الانسان من 3 شهور حتى 4 شهور يا الله باش يخرج، باش ينقي سبيد الدم ديالو. وهذه القضيه ديال المرحله ديال تلقيت السموم راه فيها انه نقاشات وحوارات، وفيها الطبيب النفسي كيتبعك، وفيها اطباء مختصين، وفيها دواء، وفيها شلات الحوايج. من بعد 3 شهور 4 شهور يلا كتجي المرحله الثانيه. علاش حنا كنقولوا 7 شهور؟ كتجي المرحله الثانيه ديال المرحله ديال التعبئه، غادي يبدا يعمر، فهمت؟ يبدا يعمر ويشغل راسه بحوايج زوينين، يولي يدير رياضه، يولي يدير شي مسائل، يولي يرسم، يولي يبين على التسميم ديالو، فهمت؟ يولي يبين مثلا على بعض المواهب اللي عنده. انا نقول لك، شوف مراد، نقدر نقول لك نسبه 90% يرجع، ولكن انا نشد في ديك 10%. علاش؟ فيه ولا في غيره؟ لان كنشوف كاين واحد تحسن. هو مراد، انا ما عمري حسابي كيعزف الجيتار، شفتو كيعزف الجيتار، شفتو مواظب على الرياضه. الدراري تماك البرازيليين هضرت معاهم من فرادا، وهضرت مع المسؤولين، وحق الرب العالي خويا موسى، هذه شهاده لله، انا ما كنمدح حتى شي واحد، ربما انت راك تعرفني وربما ما تعرفنيش، شهاده لله. الناس كامل كيقول لك السيد مواظب، كيفيق في الوقت، كيحترم التوقيت ديالو، كيحترم اللقاءات ديالو، كيهضر بحرقه في الاجتماعات اللي كيديروا، لانك تعرف كيديروا ديك الدوائر ديال ان الانسان يعبر شنو هي اللي خداتو سميتو، ويبقى يحكي التجربه ديالو ويسمع التجارب ديال الاخرين. حكاو لي، قالوا لي كيدمع التجارب ديال ناس اخرين كيهضروا. نقدر نقول لك انا هاد 10% نشد فيها. انا خويا، شوف خويا موس،
انا كندير اللي عليا لله، لان علاش شفنا خويا موسى واحد القضيه، شفت انا الناس راه غادي نقول لكم نسبه الناس المغاربه اللي توفوا ودفنتهم، وانا احتراما للميت مع عمري قلت لكم شي حاجه ديال انه مات اوفر دوز ولا شي حاجه، راه تقريبا 18 واحد عندي سبعه ولا ماتوا هادو كلهم اوفر دوز. خديت على العاتق ديالي انني ما استناش خويا حتى يموت وندير معاه الاجر، خديت على العاتق ديالي انني خصني ندير شي حل، واخا غير نحيد على راسي التقليد. فهمتيني العزيز؟ انا هذه هي الفكره ديالي، غيتشافى الانسان ولا يتعافى هذا هو المبتغى، واش إيه ولا لا داكشي كيبقى في يد الله وكيبقى في يده هو، لانه هو المسؤول الاول والثاني. تفضل اخويا. غير باش ما يتفهمش، غير باش ما يتفهمش. لا لا والله ما فاهمك، انا واضح، انا واضح. غير باش لا بالنسبه للناس اللي في الكومنتير باش ما يتفهمش الكلام ديالي غلط. لا لا بالعكس، انا من الهضره ديالي ماشي انا كونتر الخير نو، انا الهضره ديالي انك انت مامون فاش تدير فيا واحد الخير دونك نتايا كتمنى فيا الخير ياك. ما خصنيش نخلي عندي شي نيه من غير هاد، راه كيقولوا الاطفال يقولك والله ما عندي حاجه، لان انت فاش تدير فيه واحد كتعطي تجيب اكثر من الاطفال فهمتي، فاش تدير فيه واحد الخير انك تصوفيني من واحد الحاله ديال التشرد لادمان كذا، وهذه لان تشوه انا خويا لا بالنسبه ليك انت ولا بالنسبه شنو هو العمل الخيري لما يكلل بالنجاح، انك صوفين واحد الانسان وشفناه تبدل ولا في حاله اخرى ولا في واحد الصوره اخرى دونك هذاك هذا راه اعتراف بالجميل. اما الا درنا معك واحد هزيناك انت واليوم ناخذ واحد اخر والاخر والاخر، بحيث البرازيل راه فيها الالاف ولا المئات اللي كيعيشوا الادمان، دونك انت كما قلتي انت في الفيديو ديالك راه تحطت لك واحد الفرصه ذهبيه، دونك ما تخدلش الثقه ديال الناس اللي تعطات لك وهاد الفرصه هادي تستغلها، راه الحياه فرص، راه انت هذيك البلاصه ديال التونسي راك شديتي بلاصه ديال واحد ربما كان يستحق يكون هو تمايا وما يزقلش هذيك الفرصه. هذه هي الفكره ديالي، ما عندها حتى شي ماشي انا كون شوف خويا موس، خويا موس شوف المدمن اللي عندنا هنايا هذا قضيه ديال خديتي واحد ديال واحد اخر. شوف عندنا هنا عديسه هضرت مع مرارا ما بغاش يوم الى سبعتي اللايف، راني قلت كنا غادي ناخذوا جوج ديال الاشخاص من بينهم العم ديال المهدي ما جاناش، يعني كنا ناخذوا النهار اللي طلعنا، وكان عندنا سفيان داك اللي كان هرب لينا انا وحميد، فجبنا له الحوايج وكنا باغيين نكريو له وعطينا له فلوس باش يدوش ناض سمح فينا ومشى. هادو ما جايينش، فقط هادو اللي كاين عديسه، كاين عبد الحق العم ديال المهدي، والعم ديال المهدي العائله ديالو هي غتكلف فيه وما جاناش ما بغاش يجي، وعندنا سفيان كنا غنتكلفوا به انا وحميد. هذه حميد مسكين الاخ ديالنا هنايا قال لي مامون انا نتعاون معك بالنص وشوف انت النص الثاني، قلت له سيدي انا ما غنهضر حتى مع شي واحد غنعطيه من جيبي معليش نجربوا حنا على الله على الله نحيدوا على راسنا التقليد، لان تشوهنا دابا شنو كان وقع خويا موس، وغادي ان شاء الله نخلي الاخوه الاخرين حتى ما يهضروا شنو كيوقع، هو اننا تشوهنا صاحبي، جاونا العمق الاستراتيجي والعمق العمق الاستثماري والتجاري والصناعي اللي هو برايس، واللبنانيين كلهم ولاو كانوا كيهضروا فينا. دابا فاش كيشوفوني اللبنانيين كيعطيوني التحيه كيقول لي خويا انت رجوله، كيقول لي راجل علاش؟ لانك درتي بعدا ونقدتي الاولاد ديالك سمي ديالك، رغم اننا عارفين راه ما غاديش يفع فيهم الخير، هما بداتهم قالوها لي، ولكن اخويا اللهم ندير اللي عليا وانا نستنى الاجر من ربي سبحانه وتعالى. اما الانسان غينجح هادشي فيه غير به ممكن غير سؤال بسيط تسمح لي قطعتك. تفضل اخويا تفضل. العمل اللي كديرو هو تضحيه من الوقت ديالكم الوقت ديال العائله سيونو بزاف، راني طلقت على مسبه المغاربه خربت عليا، راه الام البنت ديالي طلقتها انا على مسبه المغاربه. دونك امامون واش داك العمل واش كتبغي انه يعطي واحد النتيجه اللي هي بوزيتيف 100%؟ هذه هي اول هدف، هذه هي النيه. ولا نديرو قضية ديال بحال خوينا الما في الرملة دونك. لا لا أكيد أنا بعدا وكان أنا بلاصتي هكذا فاش نمشي لهاد الكلينيك نحطهم قدامي هكذا نقول لهم كلمة واحدة سبنا من الانضباط. الانضباط كاين شي انضباط واخا ما كاين لا انضباط، لأن التضحية سواء من جهتك سواء من الناس اللي كتعاون، لأن راه سي با فاسيل باش تجيب المساعدات للناس، ومن موراها كتحمل الاتهامات ديال الناس، كتحمل بزاف ديال الحوايج، كتحمل حتى نتايا العبء ديال كتمشي من بلاصة وتسافر وتشد داك الباط وتقطع هكذا وهذه،
دونك الا ما كانش النتيجه بلاش اخويا، غير سير ضرب هذا. هذا هو خويا موسى، خويا موسى نحيي لك العسل. هذا هو الكلام اللي قلت لهم اخر مره، قلت لهم راه اي خطا يوقع غتخرج المراد ولا سميتو. غير دريس اللي ما هضرش في هذا الموضوع، لان دريس مسكين ما عمره عطاني شي مشكل. هذا اصلا راه داخل في الشهر السابع، ودريس الوحيد اللي كنشوفه يعني صراحه غادي غادي الطوب. ما عمرو مسكين لا شنو جبتي لي، لا شنو درتي لي، علاش ما جبتيليش هادي، ولا راك لا هما الدوليه والو. هاني مسكين وهذا اكبرهم سنا، وهذا اول واحد دخلته، لان علاش مسكين كان تعرض لسميتو، كان وصل لدرجه الموت، دخل للمستشفى، خرجته من المستشفى، رجع لينا الحاله، بقى يحشم فيا، قال لي باغي نمشي، قلت له نديك للمغرب، قال لي لا ديني المصحه الاول من بعد المغرب. راه ان شاء الله هذا هو الهدف، وانا نتمنى ان شاء الله كلهم الى بغاو يمشوا من بعد المصحه مباشره للمغرب ولا من المصحه للمطار، انا مستعد ندبر لهم بيات وانا نديهم للمطار بيدي، ما كان حتى شي مشكل. الله يحفظك اخويا موسى، كلمه اخيره تفضل نخلوا الاخوه الاخرين ان شاء الله، لان غادي. شكرا شكرا ممون، شكرا خلال الفرصه اللي بغي. الله يعزك وان شاء الله دخل معنا مره مره، ونتمنى ان شاء الله نشوفوك، وشكرا بزاف. وشوف احترم تمام الاحترام للراي ديالك والتعليقات ديالك، رغم ان بعض الاحيان راه كنختلفوا، ولكن راه اختلافنا لا يفسد الود قاضي. راك عزيز وغالي انت وغوميز وربعتكم وجبعتكم، الله يحفظكم. الو الو، السلام عليكم اختي عائشه من مصر، تبارك الله عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. دعمونا بالضحك، دعمونا بالدعم، علقوا الله يرحم الوالدين، وغادي نقرا التعليق وغادي نبقى نبوست التعليق. نعم، انا ما سميتيش عائشه، انا عاشقه السياحه، انا مغربيه مقيمه في مصر. والله اختي مكرانه مكرانه نضربوا معك شي دوره، قولي لي فين راكي نجيو الحوسه تاعنا. تبارك الله، انا في القاهره وكندير لي فلوغ على السياحه، يلا بديت القناه ديالي. مرحبا خويا، الف مرحبا، راك تشرف كل مغربي وكل مغربيه. الله يبارك ليك في هادشي اللي كدير، الله يبارك ليك خويا. نصيحه وحده، دير الخير ورميه في البحر وغادي يرجع ليك ان شاء الله بالخيرات، أو الله العظيم. أما بالنسبة للأخ المصري، أنا كنعتذر ليك، وهذا الاعتذار يعني كبير 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 بزاف للأسف الشديد. لا شوفي أختي، أختي العاشقة، شوفي غادي نحيي ديك العسل من فمك أختي، سمحي لي دقيقة. أنا أقسم برب العز، زعما راني زعما كما قالوا المصريين زعلان منه، ولا بالعكس أنا نعذرو، لأن راه عارف بأن راه في وضع نفسي صعيب، راه عارف بان الانسان راه مقطوع بالمخدرات، وعارف بان الانسان راه عنده الاكتئاب، وعارف انا شوفي انا المسائل راه سامع، غير جيت انا نوضح فقط. انا ما الحمد لله قلبي صافي، حتى على التونسي، شتي التونسي الا بغى يرجع واكد فعلا بغى يرجع، وتلاقى الناس اللي غايديروا، لان ما نخلص نديله القفه، نديله الماكله، الماكله ما نخليش بلاش، الكسوه ما نخليش. اخويا راك مول القلب الكبير، الله يبارك ليك، راك مول القلب الكبير، والله العظيم اللي بقى في الحال علاش المصري يدير هذه الحركه. والله العظيم اخويا المصري بعيد الجميل، يعني كيعترفوا بالجميل، كيعترفوا بالجميل. لا لا، عندي اصدقاء، عندي شوف هما الخير في بلادهم. عندي اصدقاء اختار من مصر، الله يعمر لهم الدار، والله العظيم وذكر عندي اصدقاء اختار من مصر، الله يعمر لهم الدار. صراحه الصراحة هادي كنعيش أنا 11 سنة هنايا، وما نكذبش عليك أخويا، والله العظيم الشعب طيب جدا، يعني كنتأسف لك أنا في بلاصة هذاك المصري، أنا كنتأسف منك. لا 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 أختي والله ما يحتاج، بالعكس إلا كان ربي قبلت توبة، لأن شكون حنا اللي ما بغيناش نضيع. أنا قلت نعذرهم أختي عشيقة، أختي عشيقة كيف تقول لي كلمة ديالك ما غنقاطعكش باش نعطي بلاصة للإخوة الآخرين، تفضلي. سي المامون، انا خويا تنبارك لك هذا الشهر، اسمح لي اخويا خلي الاخت ان شاء الله ونعطيك الله الكريم. السلام عليكم خويا، تنبارك لك هذا الشهر. وعليكم السلام خويا، خلي الاخت عشيقه تهضر لك. اسمح لي اختي عشيقه، يعني اختي عشيقه راه كيهضروا اخوان معك في نفس الوقت، الاخوان اللي راهم معنا دابا في الانتظار، خليوني نسالي ان شاء الله الاخت، نعطيها جوج دقائق تكمل الكلمه ديالها ونعطيكم كلمه. تفضلي اختي عشيقه، قولي اللي بغيتي. اخويا انا ما عندي ما نقول، غنقول كلمه وحده، تبارك الله عليك، الله يجعل هذا الخير هذا يجلسوا في بنتك، الله يحفظ لك البنيه ديالك وهاد العواشر، راك عزيز وراك كتشرفنا، كون غير كان واحد بحالك في مصر هنايا، كون غير كان واحد بحالك في مصر هنايا. هنا للاسف للاسف يعني كاينين حركات مصريه، يعني كنشوفوا المصريين اللي لما كيسمعوا شي اخت مغربيه
كيعتقوها باش ما كاين وكيحاولوا يديروا جهدهم معها، في حين ان الجاليه المغربيه هنا في مصر للاسف الشديد ما فيش يا مرحميني، يعني لو كان عندنا اي واحد بحالك راه به خير. يعني بزاف ديال المغربيات كوني عاشقه، كوني انت هذا الشخص ان شاء الله سندعمك بكل ما تريدين ان شاء الله، اي حاجه احتاجوها الاخوان ديالنا المغاربه والاخوات ديالنا في مصر في كل بقاع العالم ان شاء الله الا كبرت القناه انا معكم، يعني 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 بالقلب وبالعمل وبالكلام صافي اختي العزيزه بيك وانا سعيد الله يعزك اختي ان شاء الله غادي يكون لقاءات اخرين وشي نهار نطلقك معنا حنا على مرحبا خويا اللي بغيتي تعرفوا على مصر يسألك مرحبا. انا يلا فتحت واحد القناه كتعرف بالسياحه في مصر، السياحه في مصر يعني الاخوان يدعموها ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله غادي ندعموك ان شاء الله اختي. السلام عليكم، شكرا بارك الله فيك ان شاء الله. وعليكم السلام. غادي الاخوان سمحوا لي راه شكرا اختي غادي ندخل خويا مينو هو اللي دخل قبل، من بعد مينو غادي يهضر خويا كيموسكوب ومن بعد رجع لابو بكر. تفضل اخويا كيمو. السلام عليكم خويا، سمع فيا؟ بارك الله عليك العزيز، مرحبا بك، كي داير الصحه؟ مزيان، عرفنا بالسميه والمكان فين راك. سميتي محمد من الجزائر، حاليا حياتي نازل الجزائر. الله يحفظك اخويا، حاليا ساكن في لابوربا يعني. خويا محمد جزائري، اسمع لي ايه كنسمع فيك. ايه راك شاعل شي تلفازه ولا سميتو بجهاديه ولا كتهضر معايا بلا بيزيكوتور؟ لا ماشي انا، كاين شي واحد اخر، حتى انا كنسمع الصوت ديالي كيتعاود دابا. راه مزيان، خليك هكا، يلا تفضل اخويا. ايه المهم قلت لك كنتابع القناه ديالك. عندي شحال هادي الفيديوهات ديالك اخويا. لا الاخوان اللي راه مشى عليه الميكروفون، طفيو الميكروفون طلعيت لكم، الله يرحم الوالدين. الاخوان اللي راه معنا دابا طفيو الميكروفونات ديالكم، خليو الاخ يكمل الكلمه ديالو ان شاء الله، اللي طلبت منه يشعل الميكروفون، الله يرحم الوالدين. تفضل العزيز. قلت لك الله يحفظك على كل شيء، والله يحفظك على الخير اللي كديرو، الله يعاونك. احنا معاك اللي قدرت عليها، انا راني غي ايتيديون حاليا. الله يسهل عليك العزيز، اللي قدرت راني صفتها لك مره على مره شي بركه اللي قدرت عليها حتى تكون الدعاء هو اللي بغينا اخويا. الله يحفظك، حنا اللي زيتو حنا ندعموه، فهمتي؟ الا احتاجيتي حتى مرحبا بك. الله يحفظك اخويا محمد. شوف ان شاء الله الا بغيتو مستقبلا، هذا اقتراح الاخوان كاملين كتبوا لنا في التعليق اللي موافق عليه، غادي مره ان شاء الله نفتح لقاءات مع اخوان جاليات مختلفه ويحكيوا لنا، بحال مثلا بولونيا راه كاين فيها ما يتقالش نهار طلع معنا وهضر لينا، كاين اخوان من طاليان من لا فرونس من لا هولندا، كاين لي اخوان اللي موجودين في الخليج. ان شاء الله غادي ندير هذا الاقتراح. خويا محمد لك الكلمه باش نخليو ان شاء الله يا اخوان. تفضل ما نقاطعكش. مرحبا بك اخويا، الا احتاجيتي شي حاجه مرحبا بك عليك. هاك مرحبا بكم الاخوت، مرحبا بكم، غادي نقصر هكا. تفضل اخويا. قلت لك مرحبا بك اخويا، الا شي كاين شي حاجه وبغيتيني نطلع معاك ولا شي معلومه نعطوها الاخوان، مرحبا بك على عين الراس. حاجه اخرى، عندي اقتراح فقط يعني الا بغيت. تفضل. ما عرفت لا عندك شي باج ديال فيسبوك ولا شي حاجه، وانا كنخدم في السوشيال ميديا، انا مرحبا لا احتاجيتي شي ديروا شي اعلان ولا غندير نكفل به انا وغنخلصوا انا وكنخدموا لك انا وكل شيء كنتكفل لك به، ماشي حتى مشكل. ولا ما عندكش ولا غير تعطيني الاذن اني نفتح شي باج فيسبوك بسميتك ونبارطاجي المعلومات ديالك يعني الكونتوني ديالك، وان شاء الله باش تكبر القناه وكل شيء اللي قدرت عليها. الله يحفظك العزيز لك الضوء. شوف كاع انسان اللي قال لك الدال على الخير كفاعل، الا شفتي شي فيديو عجبك ديال الخير بغيت تنشرو انشر. انا عندي 4 ديال الفيسبوك كلهم تقريبا، كاين واحد بالسميه ديال القناه مامون ماروكين، وكاين الاخرين بمامو ماروكين، والانستغرام مامون ماروكين. ودخل اخويا خذ اللي بغيتي اللي عجبتك وانشر. الله يرحمك المهم على كلام الخير. شكرا اخويا. الله يحفظك اخويا، والله يقدرك على فعل الخير، والله يعاونك وان شاء الله دير ما اكثر ان شاء الله.
الله يعاونك اخويا. وتحياتي لاخواننا في الجزائر وفي مختلف المناطق العامه، راه كنحبوكم. راه كان عندنا واحد الاخ نقدناه من العصابه في الجزائر، ما عرفتش تبعتيه ولا ما تبعتيش، ونزل لي الفيديو لتحت، سميتو الاخ عبد اللطيف مسكين، ونقدو خويا طارق. كانت العصابه تقلب عليه وهرب عند شي ناس في المكسيك، ودوك الناس ديال المكسيك خباوه في واحد الجرده عندهم حشك ديال الزواير وديال سميتو. وحتى بعثنا له داك المبلغ اللي كان خدا عليهم باش يدير المشروع. راه كاين اخوان اللي تبعوا هذه القصه كتقول لنا انا، وانقذناه. عندنا كذلك اخوان جزائريين اللي كانوا وقفوا معهم هنا وكتلاقاهم. تحياتي لخوتنا، رانا خوت خاوه. الله يحفظك اخويا، وتبعت داك الفيديو وكل شيء. الله يحفظك اخويا، والله يقدرك على كل شيء، وان شاء الله نقدرنا بها حتى احنا نعاونوك بها. مرحبا اخويا، الدعاء هو كل شيء. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يحفظك. وعليكم السلام. السلام العزيز خويا. خويا شكون اللي راه في سميتو الاول؟ عندنا كي موسكوب. تفضل العزيز، تفضل. من بعد خويا ابو بكر، من بعد رجع لسفيان. مع كريم الاخوان. ربما اسمح لي واحد دقيقه خويا. الاخوان غادي ان شاء الله غادي غير انتهوا هاد الخوت هادو، غادي ننتقل شكون هما اللي تخدم لهم البرازيل باش ان شاء الله نلتزموا بالموضوع ديال الحلقه ديالنا. تفضل اخويا. ان شاء الله. كنقدم لك واحد التحيه حاره خويا المامون، مع كريم. الله يحفظك اخويا كريم. كيموسكوب راه كيوصلوك التعليق ديالي. لا لا تبارك الله عليك. ها هي من القلب ليك ولجميع الاخوه اللي كيعلقوا لنا بالخير، ولا حتى اللي كينتقدونا باحترام، لان حتى في اللون كتعطي شي 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 حوايج مزيانين. تفضل. راه ملك ديال القلوب ديالنا اخويا مامو. الله يرحم لك الوالدين اخويا. الارواح وجلود مجنده، ما تعرف من التلف وما ترك من اختلف. تفضل. باش ملك القلوب ديالنا اخويا المامون بالافعال الطيبه ديالك اخويا مامون. الله يجازيك بالخير، والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالك اخويا المامون. يا ربي امين. والله يجعلها رحمه للوالدين في الدنيا وفي الاخره. يا ربي امين. الوالدين جميعا امين. قلتي شي كلمه شي كلمه في الموضوع ولا باغي تسلم علينا؟ تفضل. لا كلمه انت كدير واحد المجهودات راه الله اللي علم بها، حيت كما قلتي راه قلتيها مرارا وتكرارا، وانا بكيت معاك في ذاك الفيديو اللي بكيتي فيه. انت كتبكي وانا كنبكى اخويا المامو. الله يحفظك سبيل. حيتاش انت كتجري في الخير وبنادم الله يهدي ما خلق. عادي اخويا، الخير محارب واهل الخير محاربو. والله الا بكيت اخويا مامو حيتاش الناس فهاد ما نقولش ما بقاش الخير، ولكن الناس فهاد كثر الشياطين، وراك عارف شنو كاين اخويا المامو. ايه ولا لا الله يسجد ربي. انت واحد الانسان اللي كدير غير الخير، وبنادم قال لك كدير الخير وبنادم كيرجعوا لك بوم زوج. ما عليناش اخويا، كل واحد ربي خلص كل واحد ان شاء الله. والله وبالنسبه للاخوان اللي في المصحه، كنوجه لهم واحد الميساج من خلال انت. جيسبر توصلوا لهم، هو انهم يصبروا، حيت هذا الشيء اللي فيهم هما سي با فاسيل. هذيك المعاناه اللي هذا باش تخرج من الادمان راه ما ساهلاش. الناس كتبان لهم سهله، ولكن هي راه هذاك التونسي اللي خرج من مصحة راه رجع ديالك في الادمان. قلنا لهم هذا واحد الصديق معكم في هذاك، محمد ولد فاس. عرفته صديق ديالنا محمد. نعم رجع لي. راني شفت راه هضرت عليه في الاول ديال لايف، ربما تراك وصلتي علينا متاخر. المهم خويا كيمو. وي سي مامو. غادي نطلب من الاخوان اللي راه مشى عليه المايك، طفيو المايك الله يرحمه، نخليو الاخ يكمل الكلمه ديالو ان شاء الله باش نعطيكم فرصه نتوما. تفضل اخويا، قول اخر كلمه ان شاء الله باش لان باغي نرجع للموضوع الثاني، شكون اللي ما تخدمش من البرازيل. تفضل. واخا سي مامو، اش غنقول انا كلمه اخيره كما راه انا كنت غادي فيها. الاخوان اللي في المصحه نطلب لهم الصبر ويكافحوا، راه هذاك كفاح. نطلب ندعي من القلب ديالي باش الله يعفو عليهم ويرجعوا للمسار الصحيح في الحياه ديالهم. وانت اش غنقول لك اخويا مامون؟ اش غنقول لك انا؟ ما يعجز اللسان وعني التعبير. ادعي لي على الثبات، ودعي لي مع البنت في الحفظ، ومع الوالد بالشفاء، ومع المحسنين ديالنا ان شاء الله. الله يشفي لك الوالد ديالك وجميع أمة المسلمة ويخلي لك بنتك. واش غنقول لك انا؟ ما خليتي لي ما نقول اخويا المامون.
الله يعاونك. الله يحفظك اخويا كيمو، ان شاء الله مازال نرجعوا ان شاء الله في مواضيع باذن الله سبحانه وتعالى. صافي اخويا، الله يعاونك اخويا مامون. الله يحفظك عمي مصطفى، تبارك الله عليك. السلام عليكم. كتسمعني؟ كيداير الصحه؟ على بس عليك. الله يطول عمرك. كتسمعني مزيان يا اعطيني غير واحد مرحبا سيدي، مرحبا تبارك الله، مرحبا بك معنا. اعطيني واحد 3 دقائق غادي يهضر واحد الاخ ان شاء الله، وندوز لك المايك لان باش نحترموا الاخوان الاسبقيه. الله يحفظك. يلا سير على الله. الله يحفظك يا سيدي، تبارك الله عليك. خويا ابو بكر تفضل. ابو بكر ابو بكر ابو بكر اخويا الصوت عندك عيان. ابو بكر ابو بكر اخويا خرج وادخل، خرج وادخل. ابو بكر خرج اخويا اقطع وادخل من جديد. ابو بكر ما عرفناش الصوت اللي كيتكرر ديال من خويا سفيان. السلام عليكم سفيان. واش توا سفيان اللي دخلتي معنا في الاول؟ تفضل اخويا. انا اخويا. تفضل اخويا، الكلمه ديالك باش نخليو عمي مصطفى يقول لنا شي حاجه. تفضل. المهم اخويا المامون، كنشكرك على هذا الشيء اللي كدير، والله يوفقك. الله يستر لك اخويا، الله يستر لك والله يوفقك. عاو واحد النقطه بغيت نشير ليها، بان هاد الناس راه تعطاتهم واحد الفرصه، راه والله العلي العظيم ما يلقاوها. صعيب باش تلقاها في واحد البلاد اللي ما فيهاش العرب بزاف. يقدر كاع بنادم يقدر يكونوا فيها العرب، ولكن باش شي واحد غادي يشوفك وغادي يحنفك باش تبدا من جديد راه صعيب. كنتمنى من هاد الناس يديروا عقلهم ويقدروا الفرصه اللي تعطاتهم، لان اخويا المام راه كنشوف الدموع ديالك ملي كينزلوا، وكنشوف بزاف ديال الحوايج. زعما لو كان بدا يحسب عب شويه من داك الشيء اللي كدير، راه هذا يكفي باش ماشي يحبس الادمان. الا كان في قلبه واحد الذره ديال الخير، راه ماشي غيحبس الادمان، راه غيعاود النظر في حياته كامله. لان صعيب باش انت كتخلي والديك هنايا وهما كيتمنوا فيك الخير، وانت كدير شي حوايج اللي هما ما خدامينش لك، وكتدمر في صحتك. لا انت مزيان مع العبد، لا انت مزيان مع اللي خلقك. ما عمري قلت اخويا اخويا سفيان غادي نقولها دابا. اخوان الحصه الثانيه اللي عملت مع الطبيب النفسي كانت يوم السبت الماضي، واللي كان مر عند الطبيب النفسي. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الشيء اخويا المامون دابا راه ما كيقدروش، وما كي ما عرفتش، راه الله يحسن العوان. حنا راه عارفين راه كاين الادمان وكاين بزاف ديال الحوايج، ولكن يكفي بنادم يتفكر والديه، فكر عمو اللي مخليه في المغرب وكتظن فيه الخير، وكتقول راه ولدي غادي يخدم وغادي يسوفي راسو ويولي بخير. هو كيدير شي حوايج اللي يقدر يموت وما يتعرفش كاع، لان راك عارف اخويا المامو انت في البرازيل، راه بنادم راه يحرك زعما عينيه وسط راسو ولا يبدا يصيغ قدامهم، راه ما يعقلوش عليه هذوك الناس. وبنادم اخويا المامون ما كيقدرش. شوف اخويا سفيان، هذا الموضوع هذا اللي طرحتيه دابا غادي خدنا باش نمشيو مباشره للموضوع الثاني، وراه معنا عمي مصطفى ما عادش غادي يهضر معنا في الموضوع القديم، ولكن ربطوا كلشي بكلشي. شكون هما اللي ما تخدمش اليوم البرازيل على الاطلاق ولا اي بلد في العالم؟ وانت من الناس اللي سافرتي، شكون هما المغاربه ولا الجزائريين ولا التوانسه اللي ما تخدمش اليوم الغرب؟ اللهم يبقى حدا والديه، فهمت، ويبقى في دربه احسن ما يخرج ويتكرفس على راسه. تفضل. نهضر انا اخويا المامون ولا يهضر الاستاذ؟ تفضل انت باش ننتقلوا عمي مصطفى ومن بعد خويا رمزي. تفضل. الناس اخويا اللي كيفكر بهذا المعنى، كيفكر يلا كيمشي تماك، كتعطاه واحد شويه ديال الحريه، كيولي باغي يشوف الدريات، كيولي باغي يسكر، كيولي باغي يدير بزاف ديال الحوايج. هاد الناس ما طلقش ليهم اخويا المامون، الغربه بصفه عامه في اي قنش، وبالخصوص هذاك القنش اخويا المامون، لان كاين اصدقاء عندي في امريكا اللاتينيه، راه تماك اخويا المامون راه المخدرات راه كاينين بواحد منتشرين بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف. انسان لا ما حداش راسه وما كانش مثبت في صلاته، وعنده واحد المبادئ في حياته، راه في اي لحظه اخويا المامون يلقى راسه في واحد الطريق اللي ما عمره ما غادي يخرج منه. علاش اخويا المامون؟ قلت لك راه هاد الناس راه تعطاتهم واحد الفرصه، لو يعرفوا بقيمتها راه يسجدوا الله بالليل وبالنهار. لان اخويا المامون باش واحد غتنقده من الشارع
وغتشدو حتى كتلبس فيه حوايج هو كيحيد فيهم. راه لا يعقل. انا راه كتشوف شي حوايج اخويا المامون والله لا لا حول ولا قوه الا بالله العلي. كتقول بنادم هطر والله الا عطينا الكسوه احسن بعدنا حنا راه كنلبسوها الجرتيل. ودابا راه بحال ما دار اخويا المامون بحال شي واحد حماق انت كتلبس فيه حوايج هو كيلوح فيهم وباغي. راه راه السيد راه مسامح في الوقت ديال الوليدات وراه في مارش وكما قلت يا اخويا المامون حتى سبا عند الله عز وجل والله اشتاها با سفيان الام الام ديال البنت ديالي عشت مع احلى فترات حياتي في حياتي عشتهم مع الام ديال لميس وكان زواج عن حب ولميس الحمد لله جات من بعد الزواج تقريبا ازيد من سنه ونص جات عن حب ولكن قالتها لي قالت لي مامون انت عندك المغاربه احسن مني واحسن من لميس وانا ما كنتش من العاكزين ديك الوقيته والطيران وانا والاخوان وخصنا نديروا ونخدموا المغاربه اللي ما تمشي عنده اللي حصل في الشارع اللي جرات عليه مرطو اللي حصل في المطار اللي غرقوه بالمخدرات اللي شدوه في المطار على سميتو اللي في الحبس اللي ضرب المراه وهارب حول ولا قوه الا بالله الله العظيم كاينه خويا المامون هذا الشيء هذا ان شاء الله غادي يكون لك شفيع يوم القيامه اخويا كنتمنوا من الله هذا الشيء كامل يشفع لك يوم القيامه وكما قلت لك اخويا المامون اللهم امين كما قلت لك هاد الناس يحاولوا يعودوا النظر في ريوسهم يتقربوا من اللي خلقهم ويخافوا من اللي خلقهم لان هاد الشيء راه غيتحاسبوا به غدا قدام الله راه باش الله عطاك واحد الجسد وعطاك واحد الصحه وعطاك واحد العقل وانت كتخرب فيها والله اخويا المامون الا مشيت على السبيطار دابا تقريبا واحد 15 يوم وكنشوف الجهه ديال الانعاش وكنشوف الناس والله لا العظيم اخويا المامون لا كاين اللي مسكين باغي باغي عقله يرجع ليه كاين اللي مسكين فيه الدوخه كي اللي بزكي يقول لك انا بغيتها صحتي وما لاقيهاش وهاد الناس عطيهم الله الصحه ديالهم انا العجب العجب مع نجيب وشت العجب العجب مع عبد الرحيم ديال الكانسر كنخرج من بعد المستشفى راه كتجيني الله يستر تجيني الرعده الله يستر ايوا خويا سفيان شكرا لك اللهم امين الله يحفظك باش ما نخليوش عمي مصطفى راه يبان ليها كيتحرك لا صافي ماشي مشكل اخويا المامون وشكرا بزاف المره الجايه ان شاء الله الاخوان الله يرحم الوالدين راه اللي ما دارش على عمي مصطفى دخل معنا بالكاميرا اسمح لي يا كامل مصطفى خويا سفيان العز ليك اخويا الله يحفظك لينا اخويا المامون الله يعاونكم السلام عليكم الله يحفظك الله يحفظك السلام اخويا المامون مصطفى تبارك الله عليك كتسمعني مزيان ياك كنسمعك اسيدي تفضل عرفنا بالاسم والمدينه ياك عمي مصطفى بعدا راني غلط مصطفى ماحه اليوسفيه مرحبا بك اسيدي منين اخويا من اليوسفيه تحياتي للرجال ديال تحياتي للرجال ديال يوسفيه تبارك الله عليك تفضل عمي مصطفى انا بغيت ندخل في هذه المداخله لان سمعت ذاك السيد الاول اللي قبل هذا اللي ديك المداخله ديالو اللي قال لك مثلا يمكن دير الخير دير الكفار ولا ولكن هذوك الناس قال لك بحال واعرين بحال ما ديرش فيهم الخير بحال هذه النقطه هذه انا ما متفقش معاك علاش لأن جميع المغاربة في العالم كله كيعانيوا من هذه الظاهرة ديال المخدرات لأنها الظاهرة ديال المخدرات صعيبة بزاف لأن الإنسان كيمشي من هنا مكبوت فهمتيني ولا لا كيمشي للغربة مكبوت هو عنده كيمشي للغربة باش يتحب الغربة راه فيها وفيها وفيها ولكن ملي كيوصل ليها كيتصدم فهمتيني اسي مامون تمام اتفق فهمتك تمام اتفق عمي تفضل رايك ممتاز عمي انا ما بغيتش نقاطعك لان تبارك الله عليك زيد تصنط ملي كيتصدم تما ما كاينش عائلته ما كاين خوه ما كاين عمو ما كاين جدو ملي كيتصدم 100% يمشي لهذيك الطريق ولو كان امام لأن يعني أنا مجرب وشايفهم راه عندي 14 سنة في الغربة الله يحفظك عمو مصطفى الله يبارك وتنعرف هادوك الناس إلا درتي فيهم الخير مزيان ولكن الخير تا هو راه الطريق ديالو فيها الشوك خاصك تصبر وخاصك تكون انتيليجون وي انتيليجون فهمتيني ولا لا باش لأن هذاك راه مريض راه ماشي بحال واحد في عندو الكبدة ولا داك راه لا ميموار عندو فيها المشاكل لا زيد على العمل ديالك سمعتيني يا اخي والله العظيم الله يرحم والديك
عمي مصطفى غادي نقول لك واحد الكلمه، قلت واحد الكلام رائع. شوف انا كنسمع من الناس ولكن انا كنصفي ونشرب. شوف احترم جميع الاراء، حتى الاخ مسكين فاش هضر راه ضرب واحد الحرقه لان شاف شي حوايج، ولكن خوتي انا خديت على العاتق ديالي. راه سهل، اسهل ما يكون انك تجي الانسان وتعطيه قفه ولا تخلص له الضو ولا تخلص له شرد الكرا وصافي وسالت القضيه. ولكن راه اصعب حاجه هي بناء الانسان، واصعب من بناء الانسان هو انك تحيي الانسان. فهمتوني؟ انا فاش كنعطي فرصه لشي واحد عمي مصطفى عارف بان غادي يجي لي الصداع، وعارف ربما منه هو، انا كنعرف ربما غدا بعد غدا يخرج لي مراد ويفرتكني. ولكن الحمد لله، شوف الحمد لله كل شيء واضح وضوح الشمس. وغنقول لك واحد القضيه عمي مصطفى، حنا فاش كندعيو بالمريض بالشفاء راه ماشي حنا اللي كنشفيو، الله سبحانه وتعالى. حنا اسباب، راه حتى الطبيب باش كيجي يدير عمليه جراحيه لشي واحد اذا كان عنده اعتقاد ويقين في ربي سبحانه وتعالى راه كيقول بسم الله. علاش؟ لانك يستنى. حنا راه هادشي اللي درت انا خوتي، انا داخل العمليه جراحيه بمعدات بسيطه بمجهود بسيط بافكار بسيطه، غتنجح ما تنجحش لجوج الاشخاص غترجع اولا لربي سبحانه وتعالى، لانه هو اللي كيشفي هو اللي كيعافي هو اللي كيهدي هو اللي كيثبت هو اللي كيخرج الانسان من الظلمات الى النور، وهو الذي يغير بدل الحال حال اخر. وغترجع للشخص نفسه. علاش؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكل يعني لا تزر وزيره وزر اخرى. احنا اللي علينا اعطينا فرص. انا عمي مصطفى بقى في الحال، انا غنقولها للاخوان، انا بزاف الناس كيعاتبوني يقول لاش ما ديرش. خويا انا راه كنتعاون مع الناس في الكرا، عند باك تغلط، راه ما كنبغيش نبين، انا عادتي ما كنفرش. انا اصلا الدراري نتحدى شي واحد شاف دريس فاش بديت انا في المصحه، نتحدى شي واحد شاف حمزه فاش بديت انا في المصحه، بداو يشوفوهم حتى بانوا في اللايفات مع مراد. اذلك هما مساكن كيفاش عندهم شي خطرات كيجيو يعنقوني. وشنو قالوا لي عمي مصطفى؟ قالوا لي يا خويا مامون انت ما وريتيناش في الحاله اللي كنا فيها. انا كون بغيت البوز وبغيت اللايف يطلع نقول لك عمي مصطفى شنو ندير؟ المآسي ديال الناس راه كتجيب الفلوس. انا نوريك مثلا، نوريك نجيب ماشي متشافي ومتعافي كما كيتمشى، نوريك مثلا عبد الرحيم ديال الكونسير ماشي متشافي ومتعافي، نوريك كيفاش كان مديفيكتي، ما كيسمعش ما كيهضرش ما كيديرش. انا نوريك مثلا دريس ولا الدراري كيفاش كانوا في الحالات الشوارع. ولكن انا من العاده ديالي كنبغي حتى الا بان الانسان عيب بان معزز مكرم، وراه قال حتى التونسي قال لك دخلت مكرما معززا وخرجت بقدري. انا قلت له انا دابا اللي كنقول للناس حكموا عليا انا في هذه الفتره، اما شنو غيدير الغدا ليه مشكلته، لان انا نيتي كانت صادقه. انا ما خليتوش في الشارع عمي مصطفى. راه كيعلقوا الناس في التعليقات كيقول لي انت قلتي لينا بانك راك اعطيتي، شكون من الاخوان انا غادي نسول لاخر مره وبغيت نشهد عليه هذا الرجل الطيب. مرحبا به معنا عمي مصطفى، ومرحبا جميع الاخوان باش نعطي فرصه للاخوان الاخرين يهضروا. شكون اللي عقل بالتونسي بدات وقال لي يا ودي راني خرجت معزز مكرم وراه المامون عطاني وراه غادي نسكن سيمانه؟ قلت له نعطيك سيمانه من بعد ذلك دبر على بحياتك، لان علاش؟ انا راه عندي مسؤوليتي حتى هنا، عندي اموري الخاصه. اشوف اليوم عمي مصطفى غادي نوليو حنا نهضروا، هذه نعمه غادي تحدوا بها. ما الانفاق، راه الناس اللي كيفهموا شنو هو الانفاق كيقول لك ينفقون سرا وعلانيا. وانا راه ما كنديرش هادشي باش نبان اخوتي، راه كندير باش نشجع ناس اخرين، لان الحمل صعيب عليا. انا فاش دخل معايا خويا مارك وخويا طارق وخويا حسين، والان دخلت معنا عمتي الحاجه، ومسكين كاين واحد الدري اللي خدام في الريسيكلاج جواد، غادي يكون معايا غدا ان شاء الله، غادي نصوروا لكم افطار انا وياه. خدام في الريسيكلاج شهرين دابا، الشهر الاول صرفت 120 ريال، الشهر الزوج 150 ريال، هذا خدامه في الريسيكلاج، يعني داك اللي كان يطوي الحوايج ونقي ويحيد هذه البياسه وهذه البياسه تعادل سميتو ديالها. وزايدون معنا دابا واحد الاخ اخر مسكين اللي حتى هو الله يعمر ليه الدار، خويا احمد من كندا. خوتي راه الحمل ثقيل، والبرازيل راه فيها مشاكل، وما يضحكش الانسان على هموم الناس. وقال لك ويل لمن يعني اشيرت اليه الاصابع. الانسان راه خصو يحضي راسه، والانسان قبل ما يعلق عمي مصطفى وصح لي هذه الفكره على عيوب الناس ولا غالناس يديروا ولا ما يديروش، خويا شوف الاخطاء ديالك انت، عوض ان تكون محاميا عن اخطائك وتكون قاضيا عن اخطاء الناس. تذكر بان راه كاين رب حسيب، وما يلفظ شنو الا لديه حسيب رقيب. راه داكشي اللي كتكتبوا ولا كتسب الناس راه كيتدمروا. انا الاخوان قالوا لي قراوا التعاليق، مراد قرا التعاليق كيتدمر، عبد الحق شاف التعاليق تدمر. حنا نتمنوا دابا هذه الرساله اللي بغيت نوجهها لهم في المصحه، وراه غادي يتفرجوا لهذا اللايف، وبغيت كعمي مصطفى استغل الفرصه وجهها لهم وجه لجميع الاخوان. ثبتوا، الوضع صعيب، لان الانسان شوف راه كيمر بمرحله الادمان، مرحله التجربه، من بعد المرحله التجربه كيدخل الادمان، من بعد المرحله ديال الادمان صافي كينغمس، كيجيو ناس اللي كينقدوه
غيديو المرحله ديال 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 التنقيه ديال التنظيف يلاه كينظف هما الاخوان كلهم دابا راه كينظفوا عمي مصطفى راه حتى واحد فيهم ما تعمر راه بحال البورطابل كيخوى خصك تفورماتيه وخصك تعمره التونسي انا قلتها له شهرين ونص شهرين و15 يوم مستحيل ولكن جبد لي القران ويحلف وما وهذه قلت ماشي مشكل خويا مادام انت ما باغيش تبقى انا شكون انا نفرض عليك انا ما يمكنليش عمي مصطفى تقول لي انا ما باغيش ناكل الرز ونشد انا الرز ونحشيه لك بالسيف انا كنسايه كنصح مثلا الاخوان دابا مراد والاخوان راهم يلا في مرحله ديال التفريغ من بعد مرحله التفريغ كيقولوا الناس المختصين في هذا الميدان ديال العلاج واطباء متخصصين نفسانيين كيقول لك راه 3 شهور عمي فقط الانسان يخرج السموم من الدم من بعد 3 شهور كتجي الفتره ديال انه يفهم بانه راه باغي يتعالج تما غادي يجي بانه راه خصو يفهم ويقتنع ويبدي فراغ ويهضر على المشاكل ويجلس مع الطبيب النفسي ويعطي ادويه ديال النعاس ما ينعش مزيان يعطيه الادويه ديال الاكتئاب يعطيه ديال الادويه اللي تخلصوا مثلا من الهواجس والانتحار كاين الناس اللي كيكثروا في الانتحار وي 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 من بعد ذلك عمي مصطفى كتجي المرحله ديال المل وديال انك تعمره ومن بعد ذلك راه غادي تجي الدور ديال الاسره وديال العائله والدور ديالك انت وديالي ادعي له بالخير ادعي يا خويا ادعي الى 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 ربي بغى يهديه راه غادي يهديه انك لا تهدي حبابتي ولكن الله يهدي ما يشاء ما تكلفونيش انا اخوتي راه ماشي انا اللي غادي نخرج منهم داك السم انا درت سبب فقط انا والمحسنين ديالي سبب وحنا غنستمروا علاش لان كنفرحوا بواحد القضيه الا كنا حنا خطائين في حق ربي سبحانه وتعالى عمي مصطفى وربي كيفرح بالعوده ديالنا وكيقول خير الخطائين توابون وربي كيفرح بالكسميتو ديال كسميتو بحال داك الانسان اللي الراحله ديالو ضاعته في وسط الصحراء ومشى نعس الشجره صافي مشى فيها المتاح مشى فيها الاكل مشى فيها الشراب وفي وسط الصحراء مات خطره وحده فاق لقى الناقله ديالو لقى الجمال ديالو وحده عامر داك الشيء اللي خلاه فيه اللي كان موضر شنو قال اللهم انت عبدي وانا ربك من شده الفرح فهمتني حنا كنفرحوا الناس انا ما يمكنليش تجي واحد يقول لي دير انا شوف خوتي غنوضح واحد الفكره عمي مصطفى نعطيك ما يكون نرجع للاخ اللي راه كيسنى عمي مصطفى انا الا طاح فيا انسان انا الا طاح فيا انسان ما بحالوش غندخل شي اخويا الا طاح فيا انسان ما بحالوش مضر كندير خوتي انا شريت اليوم المجيد نجيب الدواء ما جيتش قلتها لك ولكن غنقول هذا انا البارح عيطت لي السيد من كوريتيبا السيد عايش في الكسمه ديال المهاجرين كيبكي الدموع قال لي خويا ما عندي ما بقيتش حامل الماكله ديالو ديبوزيت لو جيلا 250 ريال ما كاش لي يقول عيطت لي الزوجه ديال نجيب قالت لي يا ودي راه ما عنديش داكشي ديال سميتو راه غادي نجيب لك الكبار غدا وكسميتو قالت لي لا راه خصني خضروات كسميتو اقسم برب العزه الى جانب الدواء دفعت ليها ازيد من 150 ريال باش انها تمشي للسوق وتقدام عبد الرحيم خايد له الاوبر من مالي الخاص واحد الاخت مسكينه دابا ما بحال صعيبه خوتي راه انا الحمل ثقيل ما كنقولكمش هادشي باش نبان خويا سمير خويا جوناس مرحبا بكم اطفالك الله عليكم دابا بغيت غادي يسهل الموضوع البرازيل هو انتم شوف انتم مبزوج حطوا لي الموضوع شكون اللي ما تخدموش البرازيل كمل عمي مصطفى باش نخليك راه معنا الرجال تبارك الله خويا سمير تفضل الميكروفون خلي عمي مصطفى يهضر تفضل الميكروفون تفضل عمي مصطفى واحد المدخل دابا عمي مصطفى راه غادي على الشكر اسمح لي عمي مصطفى الله يحفظك هاد الدراري معاهم راه خصهم يقدروا راه خصهم يقدروا هذا الخير هذا ما يسيبوش ما يقدروش خصهم ما يلقاوش شي واحد راه اللي قدرك هو اللي غيبره فهمتيني يا سي مانول فعلا عمي صبر انت دابا كتخدم عليهم طوموبيل ولا بحال شي طاكسي كاينه ولا ما كاينه اذا هما خصهم اولا دايره بحال التراب كاع مهرت الله يحفظك عمي مصطفى شوف قول لنا كلمه اخيره باش نخليو الاخوان ان شاء الله يدخل معنا تفضل نتمنى لك ان شاء الله النجاح والله يشافيهم وراحنا ديما معاكم والسلام الله يرحم لك الوالدين تحياتي الرجال اليوسفيه وان شاء الله ما تبخلش علينا مره رجع عندنا ان شاء الله الى اللقاء غادي واش عجبك عمي مصطفى عجبك بحال هاد المواضيع يدخلوا الاخوان يشاركونا باش مابقاش غير انا وحدي نهضر ديال بحال هكا راه هي وقول لهم اللي بغى يفرش المامون ها الفرصه اللي بغى يفرشني عطيني شي حاجه فلوس ولا صافي شي حاجه بسميتي ولا عطى شي حاجه يدخل لا نعطيه شو الله يمصط انا نعطيه المجال هنا امام الناس يدخل يدير شي كاسك كاع ما يوريش وجهه كاع الى خاف وجبد ما عنده لان الحمد لله صافي حليب ما نخافو حتى من واحد الا من ربي سبحانه وتعالى تحياتي عمي مصطفى واحد الكلمه انا كنتعجب وحق الله شتي هاد القضيه فينا احنا المغاربه الا شافك دير
خاصو يدير لك مشاكل، خاصو يدير لك المشاكل، هذا هو المشكل. كل واحد ربي يثبت. مصطفى الفوقيه، عجبتيني بالفوقيه، عجبتيني بالفوقيه. دابا ان شاء الله ربما تما قرب عندكم السحور هذاك، دير شي ركعات ودعي معايا بالثبات ودعي معايا بالهدايه، وقول يا ربي ذاك الانسان الى فيه خير وفقه، والى شي حاجه ديال الشر يا ربي غدا ما يبانش في اللايف. الله يعاون ان شاء الله يعاونكم. با سمير تبارك الله عليك، خلي جوناس راه خدام. جوناس راه كيكت جوناس كاين واحد القول عجبتني، اسمح لي، قال لك عوضه عوض ان توجه مجهرك لتكتشف عيوب الناس، وجه المجهر الى حياتك لتكتشف عيوبك. كي جيت كبا جوناس تا هو هذاك. انا مزيل المجهر جوناس. خدم لي تما، خدم لي شد لك سميتو. خلي الاخ سمير ورمزي وانا خليك تحكي. خويا سمير بغيتك تهضر لي في هذا الموضوع، وهضر في الموضوع اللي بغيتي. شوف انت راك على التجربه تبارك الله عليك. شكون ما تخدمش لي براسك؟ تفضل. عرفتي شنو شاعل دابا اليوتيوب وتبان لي طالع ونطلع هاد السيميرا هاد التاير ونقول الله ما غنخرجش نعيط لي. والله الا وحشناك. راه اخر مره شفتك فاش تلاقيتك حدا المدرسه سبحان الله. او ديجا ساعه فرصه تقول لواحد، تقول لي راه ساكنين حنا في مدينه واحده باقي ما تلاقيناش. فهمتي حتى واش واحد ما تي صفوره كبيره اخويا سامي، صفوره كبيره كلها المشاكل. انت شوف انت غادي نفطر ان شاء الله برايس، الا كنتو برايس مرحبا. انا راه قريب البرايس فهمتي، ولكن راك عارف الخدمه ديالي ما كتساليش، ما عندك لا وقت لا والو. وقلت لي غير باش نسلم عليك، نسلم على الدراري اللي معنا، ونقول لك والله الا تبارك الله عليك داكشي اللي كدير ربما وحق الله زعما حتى شي واحد ما يقدر يدير. لا من ناحيه شوف غنقول لك، اللي عنده الفلوس ولا اللي عنده الوقت ولا اللي مسال، وكيفاش انت كتجمع هادشي كامل فهمتي؟ احنا يعني عارفين دابا مشاغل ديال الخدمه والبنيه والعمل فهمتي، وجري مع هذا جري مع هذا، انت في المطار فهمتي. حنايا كدير باش عارفش نقول لك زعما سمير، غادي نقاطعك سمير، جاوبني واش حاجه سمير جاوبني على السؤال. الله يحفظك سمير، وغنخليك تهضر سمير. بغيت غير واحد الشيء خطرت الاخوان كيغلطوا في القضيه ديال ليسونس. هنا ليسونس حنا راه عندنا تقريبا واصل احنا. قول لي اخويا سمير باش تاخذ الطاكسي، اسمع لي جاوبني على السؤال، باش تاخذ طاكسي من مكان لواحد المكان اللي بعيد تقريبا، حنا نديرو سيدي غير 30 كيلومتر، بشحال غادي يخلص ديال الفلوس؟ والو اشوف دابا من هنا واحد عامين كندير تقريبا بحال الايطانون كندير شي جونز، ودابا طلع لي دابا دير 6 صاحبي، وتخيل الدوبل 56 86 في بعض المرات. لا قلت لك انا شوف من ناحيه لا الوقت لا كلشي، زعما والله الا تبارك الله عليك داكشي اللي كدير وكيفاش وغادي صابر زعما ما كتملش مع بنادم فهمتي. غير كنبغي ندير غير واحد شويه واحد فيني من هادشي اللي كدير فهمتي. هاد النصيحه باش نجاوب غير بنادم فهمتي، كاين شي واحد كيصيفط لك ميساج عارك عارف باش قليل فين كتطلع على الفيسبوك ولا الانستغرام وشحال، مي كتجاوب كتلقى بنادم فهمتي تقلق ولا قال لك علاش ما كتجاوبنيش وانت فهمتي، وزعما انت كيفاش كتسالي بنادم. راه كيقولوا لي راه كليتي الشهور دابا كتجاوب من ساو بان هو جوناس غادي يجاوب على هذا السؤال. ازيد من 350 ميساج سميتو في النهار، هو كذب. تفضل اخويا سميتو، خليك اجوناس، خليك بالمجهر، شوف نيته قلب لي على هذاك واش راه شادي ستو. تفضل سامر تفضل. لا هذه هو الموضوع اللي قلت لك، زعما كيفاش انت كتقدر تجمع بين هادشي كامل؟ هو زعما راه تحياتي وحق الله. وكمل سمير خويا التجربه ديالك في البرازيل. شوف سمير راك عزيز ومازال نتلاقاو معك ترى، تبارك الله عليك انسان اللي كتعطي نصائح، وراه عنده مسمار، عنده قناه رائعه جدا، دعموه ان شاء الله الاخوان، ادخلوا عنده مرحبا، ومازال ان شاء الله غادي نشوفوا نفتحوا مجال للقنوات الرائعه اللي بحال اللي وجهك ان شاء الله. سمير جاوبني على هذا السؤال اخويا، شكون اللي ما كتخدملوش نهائيا البرازيل؟ شكون هو المغربي ولا الجزائري اللي ما تخدملوش؟ من غير داكشي اللي ديما تنقولوا، بنادم تكون جيب حرفه وتجيب اللغه شويه اللغه، ماشي ضروري كلشي، ولكن فهمتي انا كيفاش كتبان لي اللي بنادم اللي ما تصدقش ليه هنا البرازيل هو اللي ما كتكونش اصلا ما صادقاش ليه في المغرب فهمتي، يعني اصلا واحد فهمتي ما خدامش في المغرب، يعني غادي يجي يجرب اول خدمه يجربها في البرازيل. بحال هكا زعما تكون مريح في داركم ولا كيصفروا يصرفوا عليك والديك وتجي هنا تقول زعما غادي نطفروا فهمتي، هذيك كتبان لي صعيبه فهمتي. خص واحد يكون اصلا كيدمر في المغرب وجيب راسه زعما، يا اما خدام كيحوفر فشي حاجه، واللي جايب العقليه خويا سمير شنو النصيحه ديالك ديال اللي جايب العقليه المغربيه جاي هنا باغي زعما يتفكس ويعول على عباد الله ويعول على المراه ويضرب المراه ويدير. تفضل. لا قلت لك يجي مع غير شويه ديال الباكاج فهمتي، كيفاش تتعامل مع بنادم براني، كيفاش تجيبه فهمتي، تقاتل تخدم مع فاش ما كان فهمتي، يعني
تكون داس عليك واحد شويه في المغرب وداس عليك مع بنادم ودرتي مع ادم مزيان وفهمتي ورد لك وغدراك وفهمتي يعني تكون دوستي واحد شويه وغتجي هنا فهمتي غتبان لك تقريبا يا اما سهل ولا غتبان لك نفس الطريق وغتكمل. اما الا كنتي انت والو ما مدوزت شي حاجه في المغرب غتجي هنا غتكرفص ديال بصح فهمتي وراك عارف شفتي شحال من واحد كاع من اللور رجع في حالات. خويا سمير احنا غير باش ناكد واحد الكلام الاخوه راه ما تنساوش بان عندنا مغاربه ناجحين وواحد السيد راه من هاد وراه ما تبارك الله عليه راه من المصورين والناس ديال هذه المشكله هنايا دابا الناس ديال البرازيل دابا علاش عندنا زعما صوره خيبه فهمتي لان غير بنادم اللي مقود فهمتي هو اللي كيبان فهمتي هو اللي يا اما مطلع شي شان ولا شي فهمتي اما الدراري الزوينين راه انت كتعرفهم وانا كنعرفهم فهمتي راه مخبين مركنين راه هما بانين ديورهم بانين عائلاتهم عندهم شركات ديالهم ومريحين فهمتي راه كاين اللي هو كاري البرازيليين او لا هو خدامين عنده البرازيليين فهمتي ولكن لا عندنا مغاربه تبارك الله. انا خويا سمير شوف باش نوضح لك واحد الفكره خويا جوناس شوف بنادم يلا الله يحفظك سمير غير باش نوضح لك اخويا واحد القضيه انا راه ماشي الغرض ديالي الاخوان باش يفهموا بانني راني كنشوه انا بالعكس راني كننقد ما يمكن انقاذه في هذا البرازيل باش السمعه ديال المغاربه ترجع بخير راه المدمنين هما اللي شتوهم عندنا دابا راه ما كاينش شي واحد من غيره فهمت اللي مات الله يرحمه واللي راه جاي دابا غادي يحترف راه جاي فهمت حنا بغينا باش الانسان يستافد من الاخطاء ديال الباخرين في الحال انت راه كتعيا ما تهضر وكتنصح بنادم وداكشي ولكن ديما فهمتي بحال كتبان لك بحال شي شان واحد كيطيح وكيجرب مع اللي موراه وتعيط على دخلته شحال من واحد هنايا كتعرفوني كيكون اصلا فهمتي ما خدام ردام وكيعيط لصحابو جي 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 ملي كيجي كيبقى يحلف فيهم داكشي دوك الفلوس اللي جابو معاه في الاخر كيولوا كيعيروا المهم اخويا سمير خويا العزيز اخر كلمه ان شاء الله باش نخليو الاخوه راه معنا واحد اخر رمزي والاخ سميتو جوناس نخليه حتى لي باش نقطع به الله تبارك الله عليك فهمتي واخا يونس تنتقاش عمن بعد يلا تهلاو ليا فراسكم فهمتي وكملوا وسمير مازال ان شاء الله ديروا مواضيع معنا ديال البرازيل ان شاء الله وتحكيوا لنا الحكايه ديالكم ان شاء الله مفعل. السلام عليكم يلا امسيه سعيده الله يحفظك العزيز تحياتي جوناس خليك في المجهر شوف لي شكون اللي رشد معنا ستو شكون كيدير التعاليق شكون اللي ما كيديرش التعاليق راه جوناس راه حاضيكم كاملين تبارك الله عليكم خويا رمزي عرفنا خويا بالاسم ديالك اخويا مرحبا السلام عليكم رمضانك مبروك ما تقول ليش هو رمزي ديال تونس اي هنا هو انت اللي كنت في البرازيل اي هنا هو صباحك في فرنسا ولا فين راك رمزي في البرتغال تو تحياتي البرازيل وحشناك اخويا غبرتي علينا قلت صافي انا بديت وحشك زيادة بزاف كما تقولوا انتم والله اسمعني جوست قبل ما نبدا رمضانك مبروك وصحه شريبتك كما تقولوا انتم صحه فطوركم الله يحفظك العزيز الله يبارك فيك تفضل اخويا رمزي شوف تفضل ديالك انا 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 معناتها ماك تعرف ما نعرفكش بيرسونيلمون معناتها ما من اول ما شفتك معناتها على اليوتيوب نقدرك ونحترمك وانت انسان طيب وربي يعطيك على قد قلبك فهمت يعني انسان تستحق كل خير والناس كل تحت عليك بالدين انت انسان طيب والله اخويا رمزي العزيز عليا انا كنت كنشوفك انا في اليوتيوب واستفدت منك زعما ان شاء الله طيب يا انتم معناتها باش نرجع للبرازيل ان شاء الله نتشوف ونتقابلوا على فكره كنت تحكي مع الاخ سمير كنت تتكلم مع سمير طور سمير معناتها نعم سمير المسمار ما نعرفوش اما نحبه برشا معناتها وطفل محلي وسامباتيك جونتي معناتها فهمت تاتو ما زعما صراحه واحد رمزي راه كاين واحد مجموعه ديال الا ربما شتي الاوكراني الصديق ديالي من تونس خويا شريف مسكين حتى هو ان شاء الله يعمر ليه الدار زعما الصراحه كاين بعض الاخوان اللي الله يعمر لهم صراحه الدار ربما تبعتي معنا القصه ديال الاخ التونسي الاخر اللي صراحه كان غادي مزيان خطره واحده قال لك انا ما باغيش نبقى نهائيا ربما الا تبعتي معنا اللايف من الاول غير كنعطيك دابا الخلاصه المهم تفضل اخويا رمزي قول لي بغيتي تفضل انا والله جيت حبيت نقول لك كما قلت لك معناتها نزيد نقول لك مره اخرى رمضان مبروك وان شاء الله يفضل لك البنوته وبارك الله فيك على الشيء اللي تعمل فيه بالرسمي معناتها قاعد تعاون في عبيد وقاعد تصرف معناتها من فلوسك ومن جهدك ومن حياتك باش تعاون ولاد بلادك وتوينسا ومغاربه وتزيريه ومصار ربي تواصل راسي من الفيتا كلام على الكسكسو والله شفت الفيديو متاعك مع التونسي وبصراحه انت عملت كل شيء معناتها انا جيغو ماركي التونسي معناتها حب يخرج من الزيل معناتها ضايع شويه فهمت
وانا جيتي سوي معناتها احسن لان كاين مرحله صعيبه ان شاء الله نقدروا نرجعوا ان شاء الله نقدروا نرجعوا ان شاء الله ان شاء الله. المهم انا جوست ما حبش نطول وكا جوست حابين نقول لك حاجه جوست حاجه واحده معناتها بارك الله فيك ويرحم والديك وانت انسان طيب وربي يبارك لك وربي يعطيك ما تتمنى وفريمون معناتها ربي يبارك لك وكا هاو بالرسمي انت انسان طيب اكثر من طيب والله يرحمك ولينا خويا رمزي تدارك صديق صديق عن بعد يعني ما كتعرفوش شخصيا ولكن كنت متابعك وصدقتك صراحه الله يرحمك ملي كنت في البرازيل نعرف معناتها على اليوتيوب معناتها ملي كنت في البرازيل نحترمك ونقدرك ونعزك كما الاخ سمير سمير اخ سمير زاد عمري ما شفته ما نحبه برشا معناتها ونحترمه لا سامي 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 دو برازيل سامي دو برازيل شوف الشيخ ديال البرازيل هذاك ما كاش لي عمي خويا جوست حبيت نقول لك حاجه بارك الله فيك على الشيء اللي تعمل فيه وربي يبارك لك وربي في معناتها حسناتك معناتها وبارك الله فيك وان شاء الله الناس تدعمك الله يحفظك تعرف الشيء اللي تعمل فيه مش سهل معناتها صعيب برشا معناتها انك تعاون ولاد بلادك وتوانسه وتزيريه باش ومصاروه باش تخرجهم معناتها من الادمان جوست ما حبيت نفصل للناس معناتها البرازيل من غير فيزا معناتها بالنسبه لي التوانسه والمغاربه وفما حريه معناتها اللي مش موجوده في تونس ولا في المغرب فما حريه اكثر من لازم العباد كي تمشي للبرازيل تتخلص تدخل بعضها معرفش كان لغتي مفهومه ولا نعم نعم لا لا فاهمين عليك خويا فاهمين عليك فعلا لان كل شيء قريب وكل شيء موجود وكل شيء سهل المخدرات رخيصه مخدرات رخيصه معناتها حريه معناتها ليغولاسيون معناتها مع لي مع النساء كل شيء معناتها ولا غالب معناتها فما شكون معناتها في البرازيل قاعد يوصل معناتها في معلومات غالطه ويوصل معناتها في حياه غالطه طلبوه معناتها لا داعي بذكر الاسامي معناتها فهمت والحياه معناتها اللي يصوروا فيها للناس معناتها انا جو بونس معناتها انا تونسي ولا مغربي ولا جزائري باش يمشي للبرازيل معناتها باش يحب يكون ولا يحب مستقبل خير معناتها يشوف بعض الناس اللي معناتها يوريو في معناتها يعملوا في دي فيديو معناتها على اليوتيوب معناتها النساء ومش عارف رشنية والبلية ربي يهدي الناس الكل حسيب. المهم اللي حاب يمشي للبرازيل والله البرازيل اقسم بالله انا عشت في فرنسا وعشت في بلجيكا وعشت في برشا بلايص حاليا انا موجود في البرتغال والله من اقرب انت كنت ناجح رمزي رمزي سالتك اخويا انت كنت ناجح في البرازيل والله في البرازيل والله اي انسان في البرازيل يمشي معناتها يحب يتوكل على ربي يحب يخدم اقسم بالله العلي العظيم خويا ميمون ينجم يعمل فلوس خير من اللي مش عاملهم في اوروبا اقسم بالله انت دابا تجربه البرتغال شنو هو الفرق ما بين البرتغال اخويا شنو الصعوبات اللي لقيتي في البرتغال ما كانتش في البرازيل تفضل اخويا رمزي والله ما فهمش صعوبات معناتها اللغه نفس اللغه مختلفه شويه معناتها نفس اللغه معناتها فهمت الفرص نهضر على الفرص والله كيف والله شو نقول لك معناتها الفرص كيف البرتغال حاليا معناتها فما فرص عمل خير فما برشا معناتها مهاجرين برازيليين موجودين لهنا لكن حتى وقت الفتره اللي كنت في البرازيل والله خدمت انا خدمت معناتها امبريغاد دي مي جارسون خدمت معناتها فما خدم معناتها تحب تخدم في البرازيل تخدم معناتها فهمت تحب معناتها تجيب رزقك تجيب معناتها ان شاء الله اخويا رمزي شي ان شاء الله نبقى معنا نروح التجارب يا اخوان تفضل معناتها اللي يحب يخدم في البرازيل يخدم اقسم موجوده الخدمه معناتها حتى مش موجوده تبيع معناتها تبيع وانت تعرف معناتها انا في البرازيل وصلت باعت معناتها بريغادايرو وكنت نعمل 40 50 هيايش بورديه فهمت في النهار فهمت نعم ويا ربي ورضاك وخدمت معناتها خدمت معناتها ما نعيش الخدمه ما اي خدمه تجيب لي معناتها رزق حلال نخدم مع عادي معناتها فهمت الناس اللي تحب تمشي غادي معناتها لازم معلش ماشي لازمك تحب تخدم تخدم اخدم نابوكت كوا معناتها اخدم اي حاجه معناتها اي حاجه دخل لك الانسان يبدا من صفر يبدا من واحد على اساس ان شاء الله مستقبلا يطور راسه خويا رمزي خويا بارك الله فيك جوز حبيت نقول لك كلمه هذه ان شاء الله رمضانك مبروك مره اخرى وعواشرك مبروكه وربي يبارك لك وربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضل لك هكا البنوته الله يرحم لك الوالدين خويا ويرحم والديك لا اكثر لا اقل وليتك زينه ويسلم على البرازيل كل ربي يفضلك وربي يبارك لك الله يحفظك عايش الله يحفظك
مشاهدينا الكرام، ننتقل إن شاء الله إلى فترة الإشهار، ومعنا عزيز الفاضل ديال البرازيل. تفضل. فكي داير؟ تمام. قال لك لا يمكننا لوم التكنولوجيا عندما نرتكب نحن الأخطاء. كي جيتك؟ معلم واش كتهضر معايا؟ خليك في الموضوع او ادخل شي موضوع ثاني. تفضل باش نختم بك ان شاء الله. تماما. واش معايا انا؟ معاك انت، معاك انت كلمه لك. الاخ رمزي ربما ساره. يلا خليني دابا نطفي هادشي كامل ونتفرغ لك. السلام عليكم. كي داير؟ تفضل عزيز، لاباس عليك. هو هذا راه تكنولوجيا. هو خالد، عقلتي على خالد تكنولوجيا. واش مزيان خالد في ذاكر من ورانا كيما قالوا سيدي، راك راه خدام. هذا كان الاستاذ ديالي، الاستاذ ديالي هذاك سي خالد مجهد، تبارك الله. خالد خليك معنا خويا. يلا جوناس الله يحفظك ويجزيك. انا بغيت نقول لك اون بريف بخلاصه بعجاله، المساله ديال ضحيه ديال الادمان ما كتدخلش ليها الكلمة ديال ان الانسان ضحيه الادمان. يعني الانسان الى بغى ينقد راسو غينقد راسو. باش لان نهار ما وصلش ذاك الماس. سولتي واحد السؤال، شكون اللي ما ملاقش فيه البرازيل؟ اللي ما لاقش فيه البرازيل هو الواحد اللي كيتناقش على قرعه، الواحد اللي كيتناقش على جوانب، الواحد اللي الهم ديالو الوحيد انه فقط يقلب دماغه. انا نعطيك غير مثال، واخا ممكن اخويا مامون نعطيك غير مثال. مثال ديالنا، تفضل انت راه عارفني في الفيسبوك ياك. شوف لنا هنا الحاله هذه، شوفي كيف كاين هو الفكر ديال الادمان المعقول وسط بلاصه المخدرات. انا ديك راهي وحده ريحه الحشيشه طالعه دابا من الشرج، فهمتي؟ فعلا ترك في اخطر من تكون في اخطر منطقه سميتو، تكون اخطر بلاصه فيك يا خويا. ما هذا ما تلاحظش هذا الشيء. علاش خليت خلي الميكروفون ديالك طافي اخويا، الله يحفظك واسمع لينا من خليت. حاول ما ديرش اللي خليت نزع لي الكوتور اخويا، لان غادي يبقى يتكرر الصوت. وخلي الصوت ديالك طافي، غير كمل الفكره ديالو ونعطيك تكمل. تفضل انت اخطر منطقه فعلا. ماشي اخويا، اخويا مامون، يعني الواحد اللي غيجي لهاد البلاد هادي باش انه يفكر يدير واحد الطافه ديال الجوان ولا واحد سميتو ديال البير ولا هادشي هذا، وما عارفش لي ليميت، غيبقى في دار احسن. وحاجه اخرى، حاجه اخرى اللي غنصح بها انا المغاربه، وسمح لي انا نقول هاد الهضره هادي، راك عارف دابا فين خدام البرايس ياك. انا كنصح الواحد الى جا البرازيل جا ساو باولو بالضبط، انه الى بغى يقلب على خدمه يلقى في برايس غيلقاه، غيدمر على راسو وغيصور نهارو غيكون بخير، ولكن ما يسكنش برايس، ما يسكنش فيها، فهمتيني؟ فيها لما شي شي كيجبد شي واحد مشى الوغ بغى يجي يجي ساو باولو. النصيحه المغاربه ديال اللي باغي يجي البرازيل، ما تسكنش برايس، قلب على اي بلاصه قريبه شي حاجه بعد حسن لك، لان غتبدا على راسك غير اللومه، غتبدا على راسك على البليه، غتبدا على راسك. لان علاش؟ لان واحد كيجرب كل شيء، اتلاقى مع واحد مغربي صاحبك وهي اجي نضربوا غير واحد الكويس من بعد الكويس. وحنا شحال داير الكوكايين شحال داير؟ لكن في المغرب ديال 1000 درهم الغرام راه داير 10 دريال، 10 دريال راه 20 درهم. انت يكراك ما بغى حد، هذاك اللي خلاه هذاك هو 16 فينال. بنادم الا مشى طاح تيدي في الكره المره الاولى، الله يعاونك يعاونك والله. هذاك عينسى هذاك صافي، لان مشى للزبل ديال المخدرات. هذاك غير الله يرحمه نسى، باقي مازال والديه غير يرحموا عليه، لانه ما عندوش يعيش. الله يحفظك اخويا جوناس. جوناس كلمه اخيره باش نخليو با خالد استاذ. والله كلمه اخيره انا ندوز واحد الميساج بيك حتى لخالد. كتسمعني يا خالد؟ كنسمعك. ولا هذاك اخويا اللي تغفر بالرموز يا اخويا، جات الفرصه راه ما غاديش يدوز، عرفتي علاش؟ لان في البلاك ليست. بلاك ليست فهمتش كاع. بس في البلاك ليست يا اخويا، في البلاك ليست. لا ولكن تحيدوا لا تحيدوا اون لاين. بلاك ليست
اونلاين اونلاين تحيدوا بلا سيرفر تحيدوا بالسيرفر اونلاين يلا من بعد شو ناس من بعد قالت الميكروفون قالت الميكروفون شنو كيمشي يلا من بعد غادي غدا نفطروا بجوج غدا نفطروا انا وماموت براد فاك سميتو شو شو اسكار يا مرحبا يلا نصبح معاكم غدا ان شاء الله السلام عليكم الله اخويا تحياتي اختا الله الله يعاون ابو خالد ابو اميره كي داير عزيز اخويا مامون الله يحفظك خويا توحشناك اخويا توحشناك والله يا ام ام اجرا ياك ما راك خدام حتى دابا ها الرجال اخوتا راهم دابا شحال عندنا الساعه 9:16 دقيقه وراه ما عطينا الدقه عندك حسابك راه مغاربه البرازيل عطينا الرباد ولا الناس راه الدراري تبارك الله راه خدامين من الصباح حتى لسميت خدامك تفضل اخويا خالد تفضل اخويا شنقولك اخويا مامون انا بغيت نشكرك على واحد القضيه اللي تدير زعما ما عمرنيش شي انسان تيديرها في البرازيل اول واحد اول مره ملي جيت للبرازيل انا اول حاجه اتصلت بك نتايا تقريبا هذه واحد 7 سنين اتصلت بك قلت لك شنو كاين الزواج الاول المهم صحتيني عطيتيني وقت شنقولك درتي معايا بالاداب ما عرفتينيش انا شكون وهذه يعني كبرتي بيا يعني ما عمرني ننسى ديك الطريق اللي قلتي ليا بقيت غادي عليها الحمد لله الوغ وتنشوف بزاف الحوايج ديرهم هنا في البرازيل يعني تيبقى فيا الحال شي مغاربه اخرين ما تيديروهمش فهمتيني الوغ كاينين الناس هنا اللي عندهم وهادي تيبدي يمكوا راسو مره على اساس يديروا شي حاجه ما عمرهم داروا شي حاجه لشي واحد فهمتيني وما تنخلطش يعني بحال دابا مؤخرا كيما كاين واحد البنت هنا في هاد المدينه اللي انا فيها بنت فاس مدمنه في المخدرات وهادي شنقول لك وقع لها مشكل اتصلت بيا كتبت واحد كتبت واحد الجروب ديال مارغاس في الزنقه ودي مشى عندي للدار وهذه هضرت معها رحت على المدام تهلينا فيها واحد 4 ايام صدقنا لقينا عايشه واحد العيشه مع شي واحد شي برازيلي في واحد فابيلا سيبي الغبره ومشاكل يعني حاولت نهضر معها بالادب ما مزوجه به ما والو هضرنا معنا والمراه جلسنا عندها واحد المده يعني حاولنا نديروا جهدنا معها هربات رجعت لبلاصتي يعني ما يمكنش انا نمشي عاود نتبعها خليتها في حياتها هي دبر راسها انا حاجه وصيت عليها قلت لها شوفي انا لا تخرجي من عندي من الدار هنا ما عمرك تسولي هنا حيت تعرفات على شي ناس اللي ماشي في مستوى فهمتيني يعني انا كاين مشاكل لا ناس يعرفوني الناس هنا وكلشي ولكن ما عندي ما ندير في الصداع يعني انا حاولت معها درت معها جهدي ما عندي ما غندير لها قلت لها واش بغيتيني نتصل بمامون اللي كان شي مساعده يساعدك ولا هادي ولا نقطعوا لك البيت في شي بحال المغرب ما بغاتش ما عندي ما ندير لها قول لا بغات البيئه هذه صعيب باش تلقاو ليها سميتو لان ديال النساء صعيب هنايا القضيه ديال الا بغات بيبات تمشي للمغرب انا مستعد قلتها لها قلت لها شحال مرة قلتها لها دابا عندكم ديال شي فيسبوك دبروا ليها بيه واش اللي كاين اخويا خويا خالد استغلوا الفرصه ديالك انت دابا معنا وتيساندوا تجارب وتبارك الله عليك من المغاربه المهندسين ديال التكنولوجيا الناجحين خويا خالد هضرنا على بعض الاشخاص اللي ما تخدمش لهم البرازيل دوك اللي كيجيو ديك العقليه المغربيه وقضيه الناس ديال البليه والناس اللي كيجي معول مثلا على شي وحده ولا كسميتو قول لي اخويا غادي نسولك واحد السؤال المغربي اللي غايجي للبرازيل ومعول مثلا على قضيه ديال انه عندي صاحبي ولا خويا ولا جاي عند شي وحده تخدم له البرازيل ولا ما تخدمش صراحه لا ما تخدمش لا ما تخدملوش بصراحه وقعت مشاكل بزاف ديال الدراري انا كاين نيت اصلا واحد هنا واحد الدقيق يلا كيجي نيت فطر عندي ومشى دابا حتى هو جا عند واحد السيده وجرات عليه وبقى في الزنقه ولكن الحمد لله دابا راه تحسنت حياته دابا هذه المده ديال 3 شهور راه بخير غيخرج لك الراجل شوف غيخرج لك الراجل وما دارش المشكل هو دابا هضر معايا اليوم واحد السيد ما كنعرفوش شنو المشكله ديالو المشكله ديالو هو ان جاته دعوه من عند البوليس على اساس انه خصو يسلم راسو يجيب مع المحامي ديالو علاش قال لك سيدي تعصبت وضربت المرأة لا شنو غيوقع له هذا قول لي شنو غيوقع لا غيمشي للحبس اول حاجه غيمشي للحبس عندها ادله قاطعه وعندها شهود وعندها فيديوهات عندها غيس الايس الخو البوليس ولا دخل الحبس غيحرشوا عليه في الحبس غياكل العصا ويقدر يغتصبوه عندنا لي ماريا دا بين لي ماريا دا بين القانون هذا تندار وتصدر على العذاب والمعاناه ديال واحد البرازيلي سميتها ماريا دا بين اللي عالم بشكل كبير جدا فبالتالي اي مغربي انا غادي نقولها
المغربي اللي جاي هنا باش زعما يتكربص على بنات الناس ولا غادي نتزوج بشي وحده وناكل رزقها. وراه كنشوفوا دابا في اليوتيوب ولا دابا عندهم اخبار بان دايرين جروبات في الفيسبوك برازيليات اللي كينبهوا الناس ينبهوا البرازيليين بالمغاربه. ما عمرها وقعت في التاريخ. كاين دي جروب في الفيسبوك في الواتساب في الانستغرام في اليوتيوب ديال البرازيليات اللي كيهضروا على المعاناه ديالهم مع المغاربه. قول لي اخويا خالد انت كتعرف واحد الوقيته كنا كنتلاقاو مع اللبنانيين نقول لهم حنا مغربي ولا برازيلي نقول لهم حنا مغربي شنو كيديروا معنا؟ قول الصراحه. لا هادشي هذا راه واحد السنين كانوا تيتعاملوا رجال وعزيزين عليهم مغاربه. ولكن اخويا بعض الناس راه الله يحسن العوان ما غاديش نقدر نعير كلشي ولكن راه الظروف. لا لا ماشي كلشي. لا لا اكيد ماشي كلشي. الظروف حتى هي تخلي بنادم يدير شي حوايج. دابا المشكل كيفاش يوقع سي مامون؟ دابا ديك العقليه ديال المغاربه تيجيو بها مغربي في دماغه تيبغي يطبقها هنا في البرازيل اشنو شي وقع ليه تيتخربق ليه الميموار ديالو. يعني واحد الانسان اللي غيمشي يخدم ويدبر على راسو ويخدم شي كتعرف واحد المغربي في برازيليا جا لبرازيليا ودار مسكين مع ولد الشاب ولكن جاب ديك العقل ديال المغرب. انا بنادم تيعوج في مو ديك عرفتي دوك النوع ديال هضرش معانا واحد السيد هضر مع اليوتيوب انا يشوف الطريقه هذه راه ما خدامهش انا في البرازيل غنشد بنادم نضرب مو كثير راه ما خدامش هادشي اشنو خدام خدام العقل. مشى قال لي داز واحد المده تقريبا شي اسبوع تلاقيت معاه قال لي ودي انا صافي راه بغيت نستقر وشنو غندير. قلت لي شوف قلت لي راه ماشي عيب تبيع الماء تبيع الماء راه غدير. وفعلا مشى الغدو فيا راه تما دبر على واحد الكاشه تخيل لابس بابيو وميزه بيضاء والله الا ولا بخير عليه. عاتي دابا طوموبيلته باوبر ديك الهضره اللي كان تيهضر بها شحال ما بقاش ولا انسان اخر تبدلات حياته ودابا الان تيهضر معايا وتيشكر الله يسهل الجو. يعني شوف هذا صرا عليهم اخويا خالد. لا الانسان خصو يبدل عقلو شي اللي تيحس براسو قافز في اي شوف في المغرب ولا على برا ولا على فرنسا ولا في اي بلاد تيحس براسو قافز تيجيبها في راسو. الانسان هنا خصو يكون معقول شي اللي كنتي معقول ولد الناس راه غايتعامل مع كاع الناس كاملين. كنتي راس حاس براسك انت راك تقافز وتتفهم وتتفهم كاع انت هو السيد العارفين انا ما عمرك غدير شي حاجه ما عمرك توصل لك اخويا خالد. واحد الفكره نمشيو لواحد الفكره اخرى باش نختم ان شاء الله راني طولت شويه. الاخوان اللي جاوا دابا يدعمونا باللايك يدعمونا بدخول القناه رانا واصلين تقريبا 28570 بغينا ان شاء الله الى يسر الله تعالى من العيد الكبير ان شاء الله نديروا 30 ان شاء الله بغينا الله هذا يطلع لينا 1000 لايك الله يرحم الوالدين ولا مليون المهم اللي بغيتوا اطلقوا راه الموضوع راه درنا تقريبا ازيد من ساعه و47 دقيقه راه درنا حوايج وضحنا المسائل ديال التونسي وضحنا المسائل ديال المصحه هضرنا على شكون اللي تخدم له البرازيل شكون ما تخدملوش. ها هو عندنا نموذج ديال المهندس التكنولوجيا خويا خالد كان عندنا معاه كذلك حتى هو اطار في القضيه ديال داكشي ديال ريباراسيون ديال لي بورطابل ديال سميتو اللي كان معنا جوناس وكانوا معنا اخوان مختلف مناطق العالم الله يرحم لهم الوالدين غادي تسمعوا داكشي نخلي هادشي كله. خويا خالد اللي جا ديك العقليه ديال زعما غادي نمشي وندير الجنسيه وخصني باش نطلع الجنسيه خصني نتزوج ولا تسال عليا الجنسيه ولا يخرج مع شي وحده يخرج مع هادي ومع هادي وكيولد واش الولد هذا هنا الا الانسان ما اهتمش بالولد ديالو وما طلعش فيه يمشي للحبس ولا شنو؟ يمشي للحبس يمشي للحبس. انا تختلت لك تولد مشيت لا يمشي للحبس اخويا شي لما خلص غير ديك 300 درهم ديال النفقه يمشي للحبس يجي يديو انا تختلت لك راه كنقول ونعاودها. فبالتالي خويا شد داك البزبوز وما تخليهش محلو الله يرحم الوالدين فهمت؟ وما تبقاش عاد كتزرق لنا لا الله يسمع علينا وحنا الا كاين شي واحد ولا شي واحد اللي عندنا شي وليد بغى تجي نعترفوا به راه كنفقوا على اللي يسوى اللي ما يسواش. مرحبا بجميع خويا خالد العزيز الله يرحمك الوالدين اخر كلمه والسلام عليكم باش انا نقطع. عليكم السلام الله يحفظك. المهم خوتي جميعا نشكر جميع الاخوان اللي شاركوا معنا. غادي نطلب عندنا 199 واحد اخوان كتبوا لي الاسماء ديالكم باش نعرف شكون هما الاخوان اللي راهم معنا دابا. اختي فاطمه الشاطب الله يحفظك ايوب امزي الله يرحم الوالدين خويا عمر بيل اخوان كتبوا التعاليق ديالكم وكرروا باش نسلم على الاخوان اللي ما سلمناش عليهم. لا تبحث عن اخطاء الاخرين كانك تبحث عن كنز حقيقي فالكنز الحقيقي هو ان تبحث او عندما تجد اخطاءك انت. فتحياتي للجميع اخوان راه ما كيطلعوا ليش التعاليق خويا عمر نسلا تحياتي ليك خويا عصام زير الساتش. يلا خوتي شكون راه معنا شكون راه معنا نكتب خالد فلوغر خويا تحياتي ليك خويا خالد عبد العزيز بشكاطه الاخوان اللي ما طلعوش معنا الله خويا محمد عبد الناصر خويا مرحبا الله يحفظك السلام خويا خويا مختار الزراري مرحبا بك العزيز كوكو خويا تحياتي نازل تونس
كوكو كوكو مرحبا بك العزيز. خويا حميد تريرا الله يحفظك. خويا سمير البعمراني من القنيطره تحياتي لك. عزيز الطولي خويا الله يحفظك. واش عزيز الطولي ديالنا ديال بركان ولا؟ تحياتي لك. توفيق البرحيلي خويا ناس برازيليه مرحبا. الزيتوني خويا شكرا. ايوب امزيل مرحبا الله يحفظك العزيز. عزيز الطولي خويا مرحبا. تحياتي لحسن خويا شكرا. اليس كلا مرحبا. ادريس القباش خويا العزيز. محمد العزدين تحياتي للاخوان من الجزائر الاخوان اللي كتبتو كتطلعوا بسرعه. خويا الحسن شكرا. اليس كلا الرصد خويا تحياتي. ابو احمد من الكويت الله يرحم الوالدين. اختي عائشه العيشاوي من الرباط. عزيز طولي ادريس 1 دولار خويا العزيز مرحبا. تحياتي مغربي في البرازيل الله يحفظك الله يبارك فيك. فاضل غوميز خويا العزيز راه دخل معنا خويا موس وافادنا يعني بالمداخله ديالو مرحبا بك ان شاء الله المره الجايه الله يحفظك تحياتي ليك. ايوب خويا محمد عبد الناصر احمد رمباس تحياتي خويا احمد من اكادير. خويا حسناء الرمضاني بنت الخال الله يحفظك. هشام العالمي الصنفور خويا تحياتي ليك. المهاجر اسبانيا خويا تحياتي ليك. معاك معاد الله يسهل عليك اخويا. نادير صافية تحياتي من مكان هولندي خويا محمد مرحبا. الرمادي العزيز ياسين ديالنا مرحبا. حداد السود المتنقل تبارك الله على المغاربة ديالكم وفقكم الله. الله يحفظك اخويا العزيز. راه رسلت ليك على الواتساب واش ممكن. مرحبا اخويا خلي التعليق ان شاء الله وندير. الاخوان اللي ما كتبش لنا في التعاليق يكتب لنا في التعليق تحت ديال الفيديو. الاخوان اللي زادمي راكو كتكتبوا بزاف هنايا ولكن اخوتي في التعاليق راه ما كيطلعش الفيديو. علاش؟ لان ما كتخلوش تعاليق في الفيديو لتحت. تعاليق واللايك الله يرحم لكم الوالدين والديزلايك ما كانت شي مشكل. خويا توفيق البرحي الله يحفظك. حمزه بلوكس مكناز خويا شكرا. عبد الرحيم الموني الله يحفظك. مهند من بريطانيا خويا اشرف الله يحفظك. احمد الشركه رشدي خويا العزيز. فيفا فاطمه عزيز طولي بني ملال تحياتي لك اخويا مرحبا. خوك سويل من الخميسات الله يحفظك. احمد الشركه من ليبيا الله يحفظك. سفيان الكاجيبي خويا من طنجه الله يحفظك. المهاجر خويا من سيفيليا احمد الشركه حسناء فاطمه اختي. فاضل غوميز العزيز. مصطفى فرانس خويا العزيز الله يحفظك. مراد ابو عادل من الجديده. المهم اخواني الله يلا احمد الشركه. الاخوان اللي كتبوا يتريتوا دابا يخليوا الاخوان اللي ما سلمناش عليهم باش يبانوا لنا الله يرحم والدي. اللي ما شفتوش يسمح ليا. عبد الرموني خويا الله يحفظك. مراد ابو عادل الله يحفظك. محمد خويا من فرنسا المحسن ديالنا تبارك الله عليك خويا العزيز. هذا هو المحسن ديالنا اللي تساعد لنا مع الاخت فوزيه الله يرحم ليها الوالدين. حمزه فلوكس خويا الله يحفظك من مكناس. محمد البشيري بركان تحياتي لك العزيز مرحبا. ناس بركان الله يحفظك. حمزه بلوكس خويا شكرا. الاخوه راه كيتكرروا الاسماء. سعيد حنون خويا الله يحفظك. حمزه بلوكس واش كاين شي عمل في البرازيل من بعد نرجعوا ان شاء الله خويا لهاد البسائل ان شاء الله. الحسن سوزا خويا الله يحفظك شكرا على هذا المجهود الله يحفظك. خويا احمد توفيق برحيلي الصنفور من الجزائر تحياتي للشعب الجزائري مرحبا بكم خوتي ومرحبا بالتوانسه ومرحبا بالليبيين. ادريس القباش خويا العزيز الادمين ديالنا. خويا الله ربي يسهل عليك خويا مكش مكش الله يحفظك. ربيع بالحجي تحياتي للبركاني ديالنا الله يحفظك. المفيد تحياتي من فلوريدا الله يحفظك اخويا مفيد. عبد الله اوبركيش خويا مامون فينا حبيبي خويا بغيت النمره ديالك حبيبي محتاج ليك في واحد المعلومه. معك العبدلي من خويا العبدلي كتب لي فشي تعليق لتحت ان شاء الله من بعد وغادي نخليك الواتساب ديالي. خويا محمد البشيري من بركان. مول شويه تحياتي لك العزيز من اسفي 1 دولار الله يحفظك اخويا شكرا. فاطمه الشطبه حسناء مصطفى مها تحياتي ليك وشكرا على المشاركه ديالك عمي مصطفى ما الله يحفظك مرحبا بك. اليوسفيه ياك الله يحفظك. المهم اخوان هادشي اللي بان لي في التعاليق الى شي واحد ما شفناش يسمح لنا. مصطفى مها اختي فاطمه الشطبه الله يحفظك. نشكر جميع الاخوان الاخوان اللي في المصحه نتمنى ديروا عقلكم فرصه لا تعوض. حنا غنثقوا فيكم غنستمروا ولكن اخوتي راه اللي ما بغاش يشد معنا الطريق راه لا يلومنا الا نفسه. حنا اللي علينا كنديروه. تحيه لخويا طارق المحسن ديالنا خويا مارك تحيه لخويا حسين تحيه لجميع المحسنين ديالنا شكرا لكم من القلب. بغيت نحيي خالتي جميله نحيي خويا جواد نحيي خويا محمد من فرنسا ونحيي الاخ احمد من كسميتو من كندا راه بعث واحد المبلغ ديال 100 دولار كندي باش ان شاء الله نتعاونوا مع الاخ حمزه في القضيه ديال الدفع ديالو ان شاء الله وديال الاخوان. بغينا نمشيو من المغرب اخويا متخرنا الخدمه خويا التريندايات من بعد ان شاء الله نرجعوا للموضوع. الفيلاري خويا الله يحفظك. الصنفور خويا ربي يجازيك. هشام برازيل خويا خشخاشه العزيز تبارك الله عليك حبيبي هشام راه غادي نفطروا في برازيل ان شاء الله نشوف شو اسكاري تمشي معنا مرحبا. حسناء شكرا. زاك جود جوجي الله يجعل كل شيء في ميزان الحسنات. خوتي والله الا النيه لله سبحانه وتعالى انا كنفرش راسي في اليوتيوب راه ماشي على البوز ولا شي حاجه اقسم بربي عز ما ندخل عليا دور واحد ولكن انا كنفرش راسي وكنعطي كل شيء لان علاش
باش نحمي راسي. اولا باش نبين لكم كل شيء صغيره والكبيره، واللي عنده شي حاجه اخرى قلها هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الموضوع ديال سميتو لا تنسى الانخراط في القناه، المرجو دعمنا بالمشاركه والضغط على الزر، الله يرحم الوالدين. القناه ديالي في اليوتيوب، في الفيسبوك مامون ماروكينو، وفي الانستغرام مامون ماروكينو، مرحبا بكم ان شاء الله. المرجو الاشتراك ودق الجرس ان اعجبكم المحتوى. اكيد موضوع ديال الحلقه ديال اليوم، في الاول هضرنا على الادمان، هضرنا على شكون اللي ما تخدمش ليه البرازيل، عطينا نصائح من القلب. وقبل ذلك في البدايه وضحنا القضيه ديال الصعاصعه ديال المصحه اللي باغين يديروا ليا فيها انقلاب، وباغين يديروا لي فيها يديروا لي فيها المشاكل. الحمد لله الدراري ثابتين، مراد لحد الساعه راه مزيان، غادي مزيان دريس، غادي مزيان عبد الحق، وعدني لانك تا غادي نرجعوا، قال لك غادي نستمر انا غير نداوى. تونسي عينا فيه ما بغاش، قال لك دابا غيرجع غنشوف شنو غادي يديروا مع اللبنانيين اللي بغاو يرجعوه يخلصوهم المصحه. الاخ المصري القضيه ديالو في يد الاخرين، لان خصهم يخلصوا كيف ما كان الحال. خوتي انا غادي نخلص دابا، انا التونسي راه نخلصو شهرين ياك وخرج، غنخلصو شهرين، لان علاش؟ وعد الحر، وعد الحر دين عليه. وانا كنفكر شكرا لكم جميعا من القلب، الله يرحم لكم الميمه اللي ما شفناش التعليق ديالو ولا ما قريناهش ما يخطاش منا قلت الصواب. خويا جواد براده غدا نشوفوك، حسناء الرمضاني الله يحفظك، سيف لايف الله يحفظك، غادي نخلي عندنا اخوان جواد براده. هذا هو الاخ ديالنا، راه عندنا رجع عندنا دابا شي 4 سوايع اللي ضرب مسكين، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى غدا غادي نفطروا ونصوم نقدروا من تما ان شاء الله ندير لكم شي فيديو ان شاء الله. خوتي العزاز دمتم في رعايه الله وحفظه، الا كان شي تقصير فمني، الا كان شي توفيق فمن ربي سبحانه وتعالى. شي واحد اللي ما عطيناش حقه يسمح لينا، شي واحد اللي ما عطيناش ما سلمناش عليه ولا ما شفناش التعليق ديالو يسمح لينا، لان انا يلا عاد راني بادي في هذا ستريم يارد وما كنفهملوش بزاف، والتعليق راه ما كيبانوش بالطريقه اللي خصهم يبانو كيما اليوتيوب. فشكرا لكم جميعا اخوان، بارطاج، وبغيت دابا يدخلوا عندنا واحد 100 ولا 200 ولا واحد 300 شخص ان شاء الله جداد في القناه باش نكملوا 30000 قبل نهايه رمضان، ولا ان شاء الله حتى العيد الكبير. السلام عليكم بل حسناء، شكرا لفاطمه الشاطبه دوما اللي بان لي التوالى. السلام عليكم.